في الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة هو الطريق. الطريق 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 أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الجديد اسأل ومليك يجيب. النهاردة هنتكلم على مواضيع متنوعة ومختلفة، لأن أنا شفت في الأيام السابقة والسنوات اللي تقابلت فيها معاكم تكلمنا كتير عن مواضيع الهجرة، خدت حظ كبير ومقدار كبير من البرامج بتاعتنا، لأن يعني في مشاهدين كتير بيتصلوا بينا عايزين يتعرفوا على فروع أخرى من القانون، فلذلك عايزين ندي فرصة للمشاهدين ان هم يتعرفوا على فروع اخرى من القوانين المختلفة. واللي انا هشرحه النهاردة واتكلم عليه ده بيحصل لكل فرد كل يوم وبصفة مستمرة، فلذلك انا حدي فرصة للمشاهد اللي هو تشبع، يعني حدي فرصة للمشاهدين اللي هم عندهم اسئلة تانية غير الهجرة، واللي عندهم مشكلة قانونية تعلق بالمواضيع اللي أنا هتكلم فيها دلوقتي ممكن يطرحها وأنا هجاوب عليها. النهاردة أنا هتكلم على نقط مهمة جدا وبتحصل كل يوم وبشوفها في المحاكم وفي مكتبي، بعض الحاجات الشائعة اللي بتواجه المواطن المهاجر أو المواطن اللي عايش في أمريكا. هتكلم النهاردة عن موضوع شيق ومهم وبيطرق ذاته كل يوم في حياتنا العملية، اللي هو الإصابات الشخصية الناتجة عن حوادث السيارات والإصابات الشخصية اللي بيقع فيها الشخص نتيجة للتزحلق أو الوقوع في مكان عام زي ريستورانت أو متحف أو مكان عام أو في أوتيل في ليكويد في الأرض سائل وتزحلق ووقع وحصلت له إصابة، إيه التعويض اللي هياخده؟ كذلك لو اتصف حد السيارة ايه التعويض اللي هياخده وازاي يثبت القضية وازاي يكسبها وايه مبلغ التعويض هيتقدر ازاي. كذلك هنتكلم على ظاهرة كتيرة جدا بتحصل وبتعرض صاحبها لعقوبة جنائية، اللي هي الهيت اند ران، اللي يخبط سيارة او يخبط شخص ويجري معتقدا ان شخص ما شافوش او ما حدش خد رقم عربيته او ما حدش شافه، دي بتولد مشكلة بيقع تحت طائلة القانون الجنائي. هنتكلم على الشوب ليفتنج وأنواعه، اللي هو السرقة من المحلات التجارية وإيه أنواعها، مش مجرد بس إنك تاخد حاجة في جيبك وتخرج، ده جزء من أو حاجة من أنواع الشوب ليفتنج، يندرج تحت طائفة الشوب ليفتنج. في حاجات تانية ممكن تعتبر سرقة من المحلات التجارية، مش لازم تكون بس خدت حاجة ومشيت. هنتكلم عن receiving stolen property، يعني انت اشتريت حاجة واتضح ان هي مسروقة، هل انت مسؤول؟ ممكن، ليه؟ هنعرف دلوقتي. اللي بيشرب بيرة او مواد مسكرة في الطريق العام او بيصطاد سمك وبيشرب ازاز بيرة او في باركينج او في مكان عام اسف وبيشرب بيرة او بيتعاطى اشياء فيها كحوليات بيسموها intoxication in a public place. الـ DUI driving under influence، اللي شخص بيقود سيارته ويكون سكران، لما البوليس يوقفك تقول ايه وما تقولش ايه وتعمل ايه، ومن حق البوليس يوقفك وامتى يوقفك، وممكن تطلع من DUI حتى لو كنت سكران، ايه الدفاع بتاعك؟
هنتجاوب على الاسئله دي كلها. وفي حاجة مهمة جدا اللي بتيجي تمضي عقد إيجار عشان تأجر محل زي ليكر ستور، جاز ستيشن، جروسري ستور، بتشتريه أو تأجر محل عشان تعمل النشاط التجاري اللي أنت عايز تقوم به. فما تمضيش العقد عمياني، لازم تبص على نقط معينة في العقد قبل ما تمضي عليه وقبل ما تشتري البيزنس إيه اللي تبص عليه. حاجات كتيرة هتكلم فيها النهاردة. موضوع كمان الشائع ورقم 9 النهارده في الجدول بتاعنا اللي هو الدوماستيك فايلنس، يعني شخص بيعيش مع شخص سواء كان الشخص ده زوج وزوجه او جيرل فريند بوي فريند، وحصل ان البوي فريند ضرب الجيرل فريند او الجيرل فريند ضربت البوي فريند او الزوج ضرب الزوجه او الزوجه ضربت الزوج او الاب ضرب الابن او البنت. دي اسمها الدوماستيك فايلنس. ايه الكونسيكوينسز بتاعها وايه الخطوره بتاعتها وليه احنا نجب ان نتجنبها. فالاول دلوقتي انا هتكلم على الاصابات الشخصيه ناتجه عن حوادث السيارات. اول سب كاتيجوري، يعني اول حاجه هنقولها، الله يقدر لما واحد يتعرض لحادثه سياره يعمل ايه. ما تحصل حادثه سياره اول حاجه لازم تعملها تريلاكس وتركن على جنب، تقف بالعربيه بتاعتك ولو معاك كاميرا تصور الأضرار لعربيتك وعربيته وتتبادل المعلومات معاه، تدي له انشورانس بتاعك، تدي له الدرايفر لايسنس بتاعتك، تبص على الدرايفر لايسنس بتاعته وتكتب اسمه وعنوانه وتاخد تليفونه وتاخد كوبي من الانشورانس بتاعه وتكتب البليت لايسنس نمبر بتاعته، وكذلك تفعل نفس اللي انت عملته. مش مشكلة خالص انك تدي له المعلومات بتاعتك، بس لازم تاخد بالك منه او تاخدي بالك منه، ما تقوليش انها غلطتي حتى لو غلطتك. Don't ever admit fault. اوكي؟ لو انت طبعا شايف انها غلطتك برضو ادي له المعلومات وخد المعلومات بتاعته. ممكن تكون انت مش عارف انها مش غلطتك فتتريس ولا تقول ان انت غلطان. الحاجة التانية ممكن تتصل بالبوليس. لما تتصل بالبوليس هيقول لك هل انت اتصبت؟ لو قلت لا مش هيعمل لك محضر، هيقول لك خد المعلومات من الطرف التاني وادي له معلوماتك، لانك انت ما تعرفش انت اتصبت ولا لا. مش كلمة اتصبت are you injured مش معناه انك انت في دم بينزل منك وكسر في ايديك الله يقدر او حاجة. injured تقول yes لانك انت ما تعرفش ايه اللي داخل الجسم حصل فيه ايه. فلما بتقول للأوفيسر انك انت you are injured بيعمل لك ريبورت لازم. اوكي؟ لو شفت ويتنس موجود وشاف الحادثه تكتب اسمه تليفونه وعنوانه. لازم 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 لو انت شاعر باي تعب تروح لدكتور الاول وبعد كده تروح للمحامي. ما تتكلمش مع شركه الانشورنس بتاعت الخصم خالص ولا تعمل اي استيتمنت عن حادثه ازاي حصلت وامتى حصلت وفين حصلت. لما بتتكلم اولا الشركات، في بعض الشركات الانشورنس بياخدوا فرصه منك يبتدي يسالوك انت مستر كذا كذا، انت حصل لك حادثه يوم كذا، احنا بنمثل شركه الشخص اللي عمل معاك الحادثه، ممكن ناخد اقوالك؟ لو قلت لهم اه هيسجلوا لك المكالمه وممكن يغلطوك او يتصيدوا الاخطاء. لذلك you must refrain from making any statement، يعني لا بتقولش اي استيتمنت بخصوص حادثه السياره لا لشركتك ولا لشركه القسم. لازم تقعد مع محامي الاول وتستشيره، وهو اللي بيعمل استيتمنت بنيابه عنك، وهو اللي بيتكلم مع شركه الانشورنس من غير ما انت تتعب ولا تعمل اي مجهود. نصيحتي لما يكون عندك حادثه سياره لازم تشوف دكتور، لان مش في ساعتها بتشعر بالالم، بعد فتره بعد شهر اتنين تقول اي ظهري دماغي كتفي رقبتي، وبعدين تشوف محامي عشان شركه الانشورنس مش هتدفع لك، هتقول لك انت ليه اتاخرت في العلاج. فطبعا البين ما بيبانش في ساعتها ساعه الحادثه، الجسم ابزورب البين وبعد كده بيطلع فتره بعد كده. لذلك لازم تتاكد انك انت ما عندكش اي مشاكل، بيبان ذلك عن طريق الاشعات والام ار اي والدكتور اللي بيكشف عليك. فأول حاجة تشوف
دكتور، شوف محامي، ما تعملش ستيتمنت وتسيب المحامي يتصرف. اوكي، دي اول حاجه، ماذا يجب ان تفعله عندما تتعرض لحادث سياره. انا عندي في المكتب جبت تعويضات كثيره جدا ومبالغ كبيره وضخمه لافراد اتصابوا في حوادث السيارات، لان انا بعرف والاستاف اللي عندي في المكتب بيعرفوا يتعاملوا مع شركات الانشورنس. ده جيم وبيتلعب، لو انت لوحدك هتخسره، زي ما بتلعب فريق كوره 1 ضد 11 هتخسر 100%. طيب نتكلم بقى على ايه مقدار التعويض. ايه التعويض اللي انت ممكن تاخده لو حصلت لك حادث سياره؟ اولا بيدفعوا لك تصليح العربيه، لو عايزه تصلح بيدفعوا لك ثمن التصليح، وممكن يدوا لك عربيه تقودها عفوا لمده شهر. شركه الانشورنس بتاعت الخصم تديك سياره تسوقها من غير ما تتكبد اي مصاريف في مواضيع الرنت. صلحوا لك العربيه، ده التشيك اللي بيطلع لك يا توتال لاس للسياره بتاخده انت، المحامي ما بياخدش اي نسبه منه، لكن هنكلف موضوع النسبه دي بعدين، بياخدها المحامي ازاي لما يجي التعويض. بيصلحوا لك العربيه، بيدفعوا لك رنت، وممكن يدفعوا لك حاجه اسمها لاس فيوز على العربيه. يا ده يا ده، يا الرنت يا لاس فيوز. ايه التعويض التاني بتاخده؟ بتاخد حاجه اسمها الميديكال بيلز، اوت اوف اكسبنسز، اوت اوف باكيت اكسبنسز. الميديكال بيلز اللي هي فواتير العلاج بتاخدها من، وتاخد عليها كمان حاجه اسمها البين اند سفر، يعني الاضرار النفسيه والمعنويه بالاضافه لفواتير العلاج. لو تعطلت على العمل بيدفعوا لك ثمن تعطل على العمل. لو اتاثرت العلاقه الزوجيه بينك وبين زوجتك بيدفعوا لك حاجه اسمها لاس اوف كونسورشيوم. لو انت ما قدرتش تعمل شغل البيت مثلا، جبت ان حد يساعدك او واحده تشتغل في البيت، ده جزء من التعويض بتاعك. لو انت كنت بتعمل هابي زي فيشنج او رانينج وما قدرتش تمارسها بيدفعوا لك برضو، ده جزء من التعويض. دي التعويضات اللي انت مستحق ليها. اوكي، فدلوقتي ده بالنسبه لمبلغ التعويض. في بقى نقطة مهمة جدا، المحامي أتعابه إيه لما شخص يتصاب في حادثة سيارة؟ المحامي ما بياخدش أي أتعاب مقدم، بياخد نسبة من التعويض حسب قانون ولاية كاليفورنيا، بياخد التلت، وبعد لما القضية تخلص بيخصم أتعابه ويدي الموكل بتاعه الجزء بتاعه بعد ما يدفع للدكاترة. يعني غالبا بتتقسم على التلت التلت التلت. ده اللي بيحصل عامة في قضايا تعويضات الإصابات، قضايا التعويضات الناتجة عن حوادث السيارات. إيه نوع التأمين اللي لازم تشتريه؟ في ناس كتيرة بتيجي جديدة في البلد تقول لك أنا لسه بادئ حياتي، أنا هشتري حاجة اسمها لايبيليتي بس. صحيح تأمين رخيص وبيغطيك ضد الغير، يعني لو خبطت سيارة واحد بيدفعوا له، لكن لو عربيتك اتكسرت وكانت غلطتك مش هتاخد تصليحها من الشركه بتاعتك لانك عندك لايبيليتي. فنصيحتي لايبيليتي انشورنس مش كفايه، يا تعمل حاجه اسمها فول كفرج، تعمل حاجه فول كفرج، اشتري فول كفرج عشان لو السياره بتاعتك الله يقدر اتكسرت وكانت خطاك الشركه بتاعتك بتصلحها لك وبتديك رنت. نوع تاني من، مش نوع يعني، اضافه كفرج ممكن تشتريها كمان، ودي انا ارحب انك تشتريها، اسمها الان انشورد موتوريست. يعني ايه الان انشورد موتوريست؟ يعني حضرتك لما بتشتري تامين بتضيف عليه البند ده، لازم تتاكد ان ده موجود. معناه ايه الكلام ده؟ لو شخص الله يقدر اصاب عربيتك وكسرها وحصلت لك اصابات شخصيه والشخص ده طلع ما عندوش انشورنس، هتعمل له ايه؟ هترفع عليه قضيه، هتاخد حكم لو طلع معهوش ممتلكات او ما بيشتغلش، هتاخد الحكم هتبروزه على الحيطه، انا خدت حكم ضده، هتنفذه ازاي؟ فانت تشتري حاجه اسمها ان انشورد موتوريست. معناها ايه الكلام دون؟ لو الشخص اللي خبطك دون ما عندوش تامين، هتاخد من الانشورنس بتاعك كل حاجه، تعويض عن اصابه، تعطيل على العمل، مصاريف العلاج، البين اند سفر، تصليح العربيه، تبقى انت نايم مطمن معاك انشورنس يغطيك. ده اسمه ان انشورد موتوريست.
وحاول تشتري بمبلغ كبير، يعني افضل تشتري 50,000 100,000. الفرق بسيط في القسط الشهري، هتدفع حاجات زهيده بس انت تبقى نايم مطمن. يعني هقول لك مثال كمان، بتيجي مع بعض الكفرج ده، التامين ده بيبقى ان انشورد واندر انشورد، يو ام يو اي ام. يعني ايه؟ لو شخص زي ما قلت، لو شخص خبطك ومعهوش تامين، هتاخد فلوس منين؟ هتاخد تعويض منين؟ لو شركتك تدفع لك. لكن لو افترض مثلا الشخص ده عنده تامين 15,000 مثلا، وانت اصابتك هتتكلف 25,000 مصاريف علاج، والسياره عايزه 15,000، هو عندوش غير 15,000، فمش هتغطي مصاريف العلاج واتعاب المحامي. فعشان كده لو انت عندك 25,000 وهو عنده 15، بتاخد ال 15 من شركته وبتاخد الفرق ال 10,000 من شركتك انت. ده اسمه اندر انشورد. لو حد عنده اسئله بالنسبه لحوادث السيارات وعايز يتواصل معانا، الميكروفون مفتوح واحنا على استعداد الاجابه على الموضوع حوادث السيارات. معانا تليفون من اتفضل حضرتك انت على الهواء. ايوه يا فندم، هو استاذ جورج. اتفضل. مساء الخير. اهلا بيك. معلش، هو الحقيقه بس انا عندي سؤال، بس مش في حوادث السيارات. لو حضرتك عندك استعداد تجاوبني، لو اتفضل ولا اتفضل في الوقت الثاني. لا اتفضل، مفيش مشكله. انا قدمت لمدام مدامي مراتي في مصر وكده، نزلت انا معايا جنسيه امريكيه، نزلت مصر واتجوزت في شهر 5 اللي فات سنه 2012. وقدمت الورق بعد ما جيت في شهر 10 اللي فات ده، شيكاجو لاس باك. ايوه. فمش دلوقتي يعني ما حدش هات لسه عليا، هل ده يعني ريزنبل وكده ولا ايه؟ يعني بعتوا لك جواب اسمه نوتس اوف اكشن ان احنا استلمنا الفلوس. كله $200 وكل حاجه. طيب الموضوع لسه بدري عليه، يعني انت قدامك على الاقل يمكن 9-10 شهور كده هيجي لك ورق تاني من حاجه اسمها، هيجي لك ورق تاني يقول لك الكيس ابروفد، وبعد كده هيجي لك اوراق من ناشونال فيزا سنتر. يعني كل موضوع احتمال ياخد سنه وثلاث شهور، سنه وشهرين. انت لسه بقالك 6 شهور، فده لسه تو ايرلي تو ووري، يعني ده مبكر انك انت. صح. فأنت من بالضبط من شهر 10 اللي فات. صح. يس. فانت لسه قدامك وقت شويه، انت ماشي تمام طالما بعتوا لك حاجه اسمها النوتس اوف اكشن اللي هم استلموا الفلوس. انما استلموا لو في اي تحت يعني تصحيحات او كده. فيش مشكله انت. طيب اتفضل. اصل انا كنت فاكر ان هي بتاخد 6 شهور او كده. لا، خدعوك فقالوا، لان دون مش صح. الناس كلها فاكره الزوج يجيب زوجته في 6 شهور، ده مش صح، بتخش في سنه واربع خمس شهور كمان. يعني المفروض ان انا هضطر انزل بقى تاني مصر. او طب بالنسبه لامكانيه ان انا اقدر اجيبها باي طريقه تانية، يعني راي حضرتك ايه؟ هو كان مفروض كنت سالتني او سالت محامي قبل ما تعمل الجواز، ليه؟ تقدم لها كزوجه، كنا قدمنا لها كخطيبه تيجي اسرع، وبعدين لما تيجي هنا تتجوزها. ما حدش قال لي كده خالص، وانا حاولت في الحقيقه، حاولت اتصل بحضرتك من النمره، يعني نمر كاليفورنيا وكده، وما قدرتش حتى اوصل لحضرتك خالص. بس هو في الحقيقه انا حاولت اتصل فعلا. انا اسف، يعني حصل ايه يعني؟ لا لا عادي عادي. انا طبعا كل التليفونات برد عليها لازم، بس طبعا الضغط الشغل كتير عندي بالتليفونات، فما استحاله ان انا اقدر في نفس الوقت اتكلم. طب بالنسبه لاي فيزا، يعني من اي نوع؟ يعني اولا ده صعب جدا، ما اقدرش اضحك عليك، لانك انت دلوقتي حبستها في مصر. ليه؟ لانك لما بتقدم دور هجره وتيجي تقدم على فيزا سياحه، هيقول لها لا استني لما يجي الدور بتاعك. انت كده قفلت كل الطرق عليها، لانك انت لازم هي اسهل سؤال ليهم، هيحطوا اسمها على الكمبيوتر، هيقول لها لا انت لسه عندك دور هجره، استني الدور بتاعك. فمعلش، فاتك كتير ما بالها القليل، ما عليك، مفيش حاجه تقدر تعملها، لا تسرع في الدور ولا تجيب اي انواع فيز اخرى، لازم تستنى الدور بتاعها لغايه لما يجي. اوكي؟ ماشي يا فندم، ماشي، شكرا. العفو. التليفون تاني. الو الو، معاكم قناه الطريق، معاكم، اتفضل اسال ومليك هيجيب. ماشي، شكرا. اتفضل.
الو، ايوه انا سامعك، اتفضل حضرتك. الاخ جورج. ايوه اهلا اهلا بيك. انا عندي سؤال بعيد خالص عن ال الكار اكسيدنت. اوكي. عندي مقاول عطيته شغل وعمل شغل عندي في البيت بتاعي في حدود $100,000. في عقد مكتوب؟ اه. طيب والعقد منصوص عليه ايه اللي هيعمله والمدة التسليم امتى؟ لا هو قال لي 3 شهور بس ما حطش كونديشن. يعني قال لي المفروض يخلص 3 شهور. مكتوب في العقد الكلام ده انه المفروض يخلص 3 شهور؟ اه. كويس، وبعدين؟ واخرني لمدة 3 شهور تاني. المهم فعمل شغل غلط، ويعني الشغل كله اللي عمله معظمه مش كويس. اتصلت بالكونسيومر فير. يس. جم كشفوا على الشغل بتاعه، لقوا بور كواليتي. وبعتوني استمن في حدود $43,000. مين اللي بعت لك استمن ب 43,000؟ اللي هم الكونتراكتر لايسن. جابوا مقاول من عندهم. ايوه. شاف الشغل بتاعه. صح. لقى $43,000 شغل غلط عامله، لازم يتراجع عليه، يتعمل تاني من اول وجديد. حلو. جه الاسبكتر اللي هو كان ماسك الكيس بعتني 2 ابلكيشن، واحد ب 43,000 واحد ب 12,500. قال لي امضيهم هما الاثنين وابعتهم لي. بعتهم له، راح قال لي في حاجتين ممكن نعملها. ممكن ان احنا نقعد اقل من سنه على الحاجه ب 43,000 دولار، وتقابل ليه محكمتين، واحد ب 12,000 وواحد ب 43,000. فقال لي لو احنا استنينا عشان القاضي اللي هو يحكم لك ب 43,000 هتقعد سنه على الاقل، وال 12,500 هتاخدك 6 شهر، وبعد كده القاضي هيحكم لك ب 12,500 ويحكم لك بالفلوس الثانيه، وتروح تشكي تاخد الباقي منه في السفرين كورت. فانا اتخدعت هنا. نو ده في غلط كبير هنا. اه. انت مين اللي قال لك النصيحه الغلط دي؟ الشخص اللي كان ماسك الكيس اللي تبع الستيت لايسن. ده مش محامي صح؟ لا. عشان كده هو انا اول ما سمعت الكلام ده استغربت، لانك انت المفروض لما ترفع قضيه على واحد لازم ترفع كل المبلغ في نفس الوقت، في نفس ما تقدرش تعملها على مرتين. انا اللي حصل انا اتخدعت منه. حصل ايه بالظبط؟ ما بيكتوا الاثنين، الواحد ب 43,000 وما بيكتوا اللي هو ب 12,500، فراح قدمني على المحكمه اللي هي ب 12,500. انت في ولايه ايه؟ كاليفورنيا. طب ازاي، طب ليه ما عملش الاثنين مع بعض؟ انك انت لو رفعت قضيه على واحد المفروض تحط كل الكليم اللي معاه مرة واحدة، عشان في حاجة اسمها حجية الأمر المقضي به، حاجة اسمها ريس جوديكادا. يعني لو عندك كليم أجينس شخص وكليم تاني لازم ترفعهم في نفس الوقت، ما تقدرش ترفع وتاخد حكم وبعدين ترفع قضية تانية على نفس الشخص لنفس السبب. المحامي بتاعه يقول لك الكليم بتاعك بارد باي ريس جوديكادا، يعني ما تقدرش ترفع قضيتين في أوقات مختلفة لنفس السبب. ده اللي حصل؟ أيوه. شفت؟ عشان كده انت بس طبعا هي ليها تريكة، لو محامي ذكي ممكن يعمل لك حاجة تانية اسمها ايشيو بريكلوجن. يعني ايه؟ يعني لازم كان يثبت الكليمة بتاعت 43,000 ده مختلف عن ابو 12,000، بس لازم يكون محامي دارس القضية كويس ويقول القاضي ده كليم جديد از نوت ريليتد تو، لان في اختلاف في الكوزس اوف اكشن. انت عينت محامي تاني يعني ولا ايه اللي حصل؟ اشرح لي. انا لسه ما عينتش محامي، بس انا كمان اللي هم المحكمه بتاعت الستيت لايسن حكموا لي ب 12,500. طيب وبعدين؟ بعدين هو جيت مستني، قالوا لي قدامك شهرين والمفروض يبعت لك 12,500، فما بعتليش. رحت اتصلت بالبند. قالوا لا ده هو عمل استئناف مع القاضي بتاع الكونتراكتر لايسن اللي هو ابتريشن حاجه زي كده. المهم عمل استئناف عشان ينزلوا له ال 12,500، قالوا له لا
هتدفع برضك ال 12,000 ونص. وبعدين؟ المهم راح بعد كده برضك مش عاوز يدفع الفلوس، خد عمل هو فايل في المحكمة ان متظلم للقاضي للمحكمة السيفيريان كورت ان ينزلوا له المبلغ ده. عمل حاجة اسمها ريت، حاجة زي كده، ريت اوف مانديمس. يس. اه. وبعدين؟ فدلوقتي احنا مستنيين المحكمة يعني اللي نشوفه، المحكمة اللي هي العادية. يس. اولا انت لازم رايت اوي تو هاير ان اتورني عشان يشوف القضية ويشوف يعمل لك مخرج فيها. دي غلطة كبيرة جدا انك رحت رفعت ب 12,000، كان لازم ترفع كل المبلغ قدام السوبيريور كورت. ده اللي كان لازم تعمله. بس انا مش عارف ملحوقه ولا مش ملحوقه. لا السوبيريور كورت ديت انا ما قدمت لهاش ال 43,000 دولار. ما انا بقول لك كان لازم قبل، كانك انت جيت لي في كونسلتيشن دلوقتي استشاره. هقول لك فورجيت اباوت محكمه اللايسنس دي، لازم نروح الاول قدام السوبيريور كورت. اوكي. ترفع القضيه كلها بال 12 وال 43 وتاخد عليه حكم من هناك وتنفذه على البوند بتاعه، الانشورنس بتاعه. فده اللي كان لازم تعمله. طب حاليا دلوقتي هو عاوز يعمل تظلم ان يروح، راح المحكمه وعامل فايل في المحكمه انه ينزلوا له ال 12,000 دولار ونص دول او يشيلوهم. هل الكورت شايفين ان الستيت كورت بتاع اللي هو ابتريشن حكم عليه ان يدفع المبلغ ده، سبيل الكورت ممكن ينزلوا له المبلغ ده او يشيلوه؟ اولا الاربتريشن دي بايندينج اور نون بايندينج؟ بايندينج. بايندينج طبعا، طالما بايندينج لازم القاضي يصدق عليها. لو نون بايندينج يس ممكن يروح المحكمه وتشالنج. فانت لازم تتاكد هل دي بايندينج اور نون بايندينج اربتريشن. اوكي. ممكن تكلم، ممكن حضرتك تكلمني في المكتب عشان الموضوع ده عايز شرح كتير، ان في تليفونات كتيره، فممكن تاخد رقم الكنترول تصل بيا وانا هساعدك في الموضوع ده. شكرا. معانا مكالمات تانية او اتكلم في ال اوكي. الو. ايوه معاكي، اتفضلي. جورج مليكه اتفضلي. تاخير تاخير في جورج. اهلا اهلا. ايه معلش انا هستفسر عن حضرتك، هسال حضرتك عن حاجتين يعني، معلش يا ريت تستحملني. إيه اول حاجه، انا جايه هنا، انا جوزي معاه الجنسيه وجابني اللي هي الفاينتي فيزا. جابلك بايه؟ وبالفعل نعم. جابك بايه؟ بفاينتي فيزا، عشان انا خطيبته هنتجوز. اه فيانسي فيزا، الاف 1 الكي 1 فيزا. ايوه ايوه مظبوط. إيه فبالفعل جيت واتجوزنا هنا، بس انا لسه ما عملتش وطلعت سوشيال فور ورك. بقالك قد ايه هنا؟ دقيقه واحده، بقالك قد ايه هنا؟ بقالي سنه. طب دي مشكله. لان مشكلة؟ لانك طبعا جايه بكي 1 فيزا، لازم تتجوزيه في خلال 90 يوم من تاريخ. ما بالفعل حضرتك انا قبل ما الفيزا بتاع، قبل ما الميعاد اللي حددوه لي في المطار خلص، انا فعلا اتجوزت. يعني اتجوزتي؟ سؤال دقيقه واحده. اتجوزنا تاني في، اتجوزنا في المحكمه وطلعت بالعقد بتاع الجواز، طلعت سوشيال فور ورك، بس لسه ما طلعتش الجرين. هل في مشكله من تاخير الجرين؟ يس. لانك إيه، ما انا بقول لك ليه، ما تدينيش فرصه اشرح لك. لازم الجواز يتم في خلال 90 يوم من تاريخ وصولك. طبعا اتجوزتيه بعد سنه، دي غلط. لا حضرتك انا اتجوزته قبل ال 90 يوم ما يعدوا، اتجوزته قبل ال 90 يوم ما يعدوا. ده سؤالي بس، ما تدينيش فرصه ان انا اساله. اوكي. لو اتجوزتي، لا مش مشكله، لو اتجوزتيه في خلال ال 90 يوم يبقى انت في السليم 100%. مشكلة دلوقتي ايه بقى سؤالك؟ المشكلة ان انا لسه ما طلعتش الجرين. طب ايه المشكلة؟ ما تطلعيه. هل تأخيره للسنة ان انا لسه ما طلعتوش دي فيها مشكلة عليا؟ لا، أهم حاجة تكوني اتجوزتيه في خلال 90 يوم وتقدمي على الجرين كارت عادي، مفيش أدنى مشكلة. طيب هو الجرين ليه رسوم؟ احنا انا سمعت ان هو ليه 1000 دولار المفروض رسوم اللي انا ادفعها. يس. هل ده صح؟ يس 1070. 1070. يس. متشكره قوي. معلش استفسار تاني حضرتك، انا اختي جوزي تعبانه قوي وعندها
تعب في معدتها جامد في مصر ومش لاقيين له علاج، فهو عايزين نجيبها هنا بس مش عارف ايه الاجراءات اللي ينفع نجيبها. انا فهمت. انت في ولايه كاليفورنيا؟ لا في جورجيا. اوكي أطلع. ممكن انا اساعدك حضرتك، خدي رقمي من الكنترول وهقول لك نعمل ايه، ولانها ليها اجراءات ممكن نجيبها فيزا سياحه بغرض العلاج. طيب الاوقات اللي اكلم حضرتك فيها معلش؟ يبقى يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه، بلاش ويك اند، يعني في الايام الاسبوع خدي رقم الكنترول وانا هجاوبك. خلاص ماشي، متشكره يا استاذ جورج. عفوا. المشاهد اللي معانا دلوقتي معاك الاستاذ جورج مليكه المحامي، اتفضل. الو، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. انا بكلم حضرتك من بيكر في فيلد كاليفورنيا. انا كنت جيت امريكا وابني عمل لي ابلاينج على جرين كارد. ايوه. وبعدين كنا في الطريق راكبين سياره ابني، وبعدين تعرضنا لحادث مروري بشع جدا. واو. واحد راكب عربيه في الاتجاه المعاكس جه عمل شامب علينا ودمرنا يعني. يا ساتر. جت على الاسعاف والبوليس ورحنا الامرجنسي هوم، قصه كبيره كده. وبعدين لما طلع البوليس ريبورت طلع ان الشخص ده تين ايجر وما عندوش رشوه. لسه بتكلم في الموضوع ده من ربع ساعة. ابنك عنده في البوليسة بتاعته uninsured motorist؟ لا لا لا. متأكد؟ فاهم يعني ايه uninsured motorist حضرتك؟ ايوه واخد بالي كويس قوي. طب الراجل ده سألته ان هو عنده ممتلكات ولا لا؟ هو حسب البوليس ريبورت يعني احنا جينا شفنا لقينا عنده بيت يعني، بس الفكرة انت عارف حضرتك ان البيوت كلها بتكون على مورتج وكده. مش مشكله دلوقتي. انت انا سالت ليه عنده اسيتس، لان لو عنده بيت ممكن ناخد حكم وننفذ على البيت بتاعه او نحجز على البيت بتاعه. فطبعا لو هو البيت بتاعه اهم حاجه البيت بتاعه ما يكونش ابسايد داون، يعني ما يكونش ايه سعره اقل من اللون من المورجج، فاهم قصدي؟ ايوه. لكن لو هو في ايكوتي ممكن نعمل حاجه، لو عنده حساب في البنك ممكن نعمل حاجه، لو عنده وظيفه، لو عنده وظيفه ممكن نحجز على مرتبه. لا ده هو طالب بس اكيد ليه سبونسر، هو في هاي سكول هو. يعني طفل يعني في هاي سكول صغير يعني. انت عرفت منين هو عنده بيت؟ جبنا الادريس بتاعه ودخلت على جوجل وشفت لقيت بيت باسمه امه. باسم مامته. يبقى ده انا سالتك هل هو يملك البيت؟ لا ما. يبقى يعني ده هو ده اكيد ليه سبونسر لانه هو صغير في السن. ما ليه سبونسر. ما انا عارف هو طبعا عنده 18 سنه صح؟ ما يقدرش تاخد من اهله حاجه. ما يقدرش تاخد من اهله حاجه؟ نو. لان في نظر لانه في نظر القانون يعتبر ادلت مش ماينور دلوقتي، وحتى لو هو ماينور البيرنتس مسؤولين على حاجه بسيطه قوي في حدود 10,000 دولار ميديكال بيلز بس. فدلوقتي الحل انك انت ممكن تاخد حكم عليه، والحكم ساري لمده 10 سنين، ممكن تنفذ على املاكه لمده 10 سنين، وممكن تجدد الحكم تاني 10 سنين. طب انا هعمل ايه في الفواتير المطلوبه مني وانا ما معيش فلوس؟ ما على عشان كده انا قلت لك، او مش قلت لك انت، قلت للمشاهدين كلها، وكويس انك انت اتكلمت. كل الناس يا ناس لازم تفهموا ان كل شخص لازم يشتري uninsured motorist، عشان حاله زي كده انت عربيتك اتدمرت وتكبدت فواتير علاج، مين اللي هيدفع لك؟ لو انت معاك uninsured motorist كان ممكن الانشورنس بتاعك يدفع لك حتى لو هو معهوش حاجه. انا كويس ان انت طلعت على الطريق واتكلمت في الموضوع ده على الاقل التلفزيون يعني. جود لك. انا اسف مفيش حاجه اقدر اعملها. لو انت مش قادر تدفع فواتير العلاج ممكن تعمل حاجه اسمها بنك رابسي افلاس، وكل الديون دي هتروح من عليك. لحضرتك انا جاي لسه جديد البلد وبقدم ورق ان انا جرين كارت من خلال ابني. عادي ملهاش علاقه. ممكن تعمل الموضوع دون وتعمل بنك رابسي لو مش قادر تدفع الفلوس دي.
شكرا يا استاذ، عشان ما في خطوط كتيره لو عايز مناقشه اكتر اتصل بالكنترول هيديك رقم تليفوني كلمني في المكتب. المشاهد التالي معك المشاهد يسال ومليكه يجيب. ألو. اتفضل. اهلا وسهلا. الو سامعيني؟ جدا اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. ولو اني ما حصليش خير لا انا ولا واحد صاحبي، حصل لي مصيبتين وللاسف المكان الكنيسه، مش هقول بسبب الكنيسه لكن المكان في الكنيسه. ايه اللي حصل؟ واحد في نصابين في الكنائس كومسيونجيه ومقاولين وحاجه حاجه زفت زفت زفت. انا بقول لكل كاهن اطرد الباعه من الهيكل. ناس بتقف كده، اول واحد مسكني قال لي تعالى هوديك لمحامي هيخليك في السما السبعه، طلع المحامي حمار ومش هقول اسمه. والجرع ده الله لا يسامحه، وهو سامعني دلوقتي الله لا يسامحه مرتين. قريبي نفس الشخص برضه، وفي اشخاص ثانيين معاه برضه، قالوا له روح افتح اكونت في البنك الفلاني عند الكيلر الفلاني وده مصري وما فيش على ذكر اسماء، ومش هتدفع لك، مش هتدفع كل شهر حاجه، زيرو بيمنت افري مانث. يس. واتريت للبنك اعمل له الشهر $15 كل شهر وهو مش جريان لانه ما بيعرفش انجليزي كويس. بعد خمس ست شهور مراته عرفت الكارثه وغير في فوق $150. وانا موضوع الهجره باظ عليا ولازم اروح المحكمه لان المحامي اللي كان معايا حمار جه عن طريق السمسار. الكنيسه للعباده مش للسمسره. كمان شويه هيجيبوا ترابيزات ويقعدوا عليها ويقولوا ايه ليلي ليلي لوس، انا عايز فلوس، اللي عايز اي خدمه يديني ليلي ليلي لوس، انا عايز فلوس. معلش يا استاذ انت بتتكلم من ولايه ايه؟ يعني انا بتكلم من بقي من كاليفورنيا. معلش ربنا معاك وبتحصل كتير، بس طبعا الكنيسه بعيده عن رهيب. معلش معلش الكنيسه في منقى عن هذا، ممكن في ناس يكونوا داخل الكنيسه من الشعب بياخد فرصه من الناس اللي جايه جديده وبيديهم نصايح خطا وبيعرفوهم باشخاص خطا، ده بيحصل في كل مجتمع وفي كل مكان. معلش ربنا يعوضك، ويعني ما فيش انسان معصوم من الخطا. يعني المشاهد التالي معك، اتفضل حضرتك اطرح سؤالك. الو مساء الخير استاذ جورج. مساء الخير، اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا. احنا فاميلي جايين فاميلي من مصر وجينا فيزا سياحه والكيس باسم مراتي، وقدمنا من شهر 10 من شهر 10 واحنا في ولايه اوريجون، وقدمنا دلوقتي لغايه دلوقتي ما فيش اي اخبار، وعرفنا ان الاوفيسر ما جاش من شهر 6 السنه اللي فاتت لغايه دلوقتي. هل نقدر نغير الولايه بولايه ثانيه عشان يكون فيها اوفيسر؟ انت في ولايه قدمت ورقك فين؟ في اوريجون في بورتلاند. بقالك قد ايه بالظبط؟ الطلب بتاعك بقاله قد ايه متقدم؟ شهر 10 حضرتك، اكتوبر. يا 11 يعني 11 12 يعني بقالك اربع خمس شهور؟ ايوه فندم. يا صدقني النهارده في ضغط جامد على الاسايلم، يعني عندنا في كاليفورنيا مثلا في ناس بقالها تسع شهور وسنه ما جالهاش انترفيو لان في ضغط رهيب. عندنا في كاليفورنيا انا اتكلمت مع الموظف المسؤول اللي ماسك الجدول، قال لي عندنا 1000 قضيه في الانتظار انهم يعملوا مقابله. فده طبعا شيء طبيعي، بس انت الجود نيوز الاخبار الحلوه يا استاذ انك انت حضرتك ممكن تقدم على تصريح عمل بعد 150 يوم من تاريخ تقديم الطلب حتى لو ما عملتش مقابله، من حقك فما فيش مشكله. اتفضل. طب انا عندي شغل في الجزائر وشغل متعطل، وكان يعني في امكانيه ان انا اسافر الجزائر. لا كده هتبوظ الدنيا، وما فيش لو محامي قال لك تسافر يبقى بوظ الموضوع غلط. لا ربنا معاك ولازم تستنى، ما فيش بديل. المشاهد التالي معاك، اتفضل حضرتك، معاك جورج مليكة المحامي، اتفضل. الو ايوه اتفضل. انا عزت معاك من تينيسي ناشفيل. اتفضل. حضرتك مساء الخير الاول استاذ جورج. اهلا بيك يا استاذ من ناشفيل، اهلا بيك. عزت انا حضرتك. معايا اخويا لسه جايه دي لحوالي شهر، جاي سياحه ومعاه مراته وعياله في مصر. انا كنت عايز اسال حضرتك بس هو خد الفيزا، هو داخل ست شهور
يس. انا عايز هو هيكسر هنا وهيعمل لجوء. طيب انا عايز اعرف التحركات بالظبط ايه، اتحرك امتى وازاي، وامشي مع محامي ولا الاول مثلا امشي مع واحد يترجم لي الورق وبعد كده اروح المقابله، ولا مش عارف يعني. انا عايز اعرف التحركات بالظبط المفروض اعمل ايه يعني. صدقني برافو، اولا برافو عليك انك سالتني، لان طبعا من ضمن المشاكل اللي بتحصل ومتعرض انا حواليا هنا كتير قوي كل واحد بيقول لي حاجه شك. مع المشكله عندنا يا جماعه وقلتها مليون مره ان الافتاءات كثيره. بالظبط كده. ما فيش اكتر شعب في العالم بيدي افتاءات الشعب المصري، وبيدي نصايح خطا وبيقول امثال. دي ثلاث حاجات موجوده فينا، لكن احنا ما نروحش نسال المتخصص، نسمع كلام الناس ويدوك نصايح غلط ويدوك افكار غلط ومخك هيوشوش. هتلاقي ده بيقول لك كده وده بيقول لك كده وده بيقول لك كده، هتوه وهتضيع. لان هقول لك ليه، لان المحامي لما بيجي يتكلم كلام المحامي ملزم للقاضي ولموظف اداره الهجره. ليه؟ لان المحامي دارس قانون فما بيقولش رايه الشخصي، بيقول اللي بيقوله القانون. لكن لما حد يديك اي نصيحه ده بيقول لك راي شخصي، ده ما يلزمش اي حد، لا بيلزم القاضي ولا موظف اداره الهجره ولا اي شيء. فلما المحامي بيتكلم بيتكلم بالقانون. اجابه على سؤالك، نصيحتي ليك لازم تعين محامي رايت اواي ويكون عنده خبره في مواضيع الاسايلم. ونصيحتي ليك ما تسترخص وما تعينش مترجم يروح معاك المقابله ويعمل لك الورق ويخش معاك، مش هيقدر يساعدك. بيدخل معاك عشان يترجم فقط، ما بيقدرش يتكلم مع الاوفيسر ولا يقدر يتناقش معاك ولا يقدر يتكلم بالنيابه عنك. المحامي بيعمل كل ده. المحامي من حقه يبعد الموظف بتاع اداره الهجره المتعسف لانه عارفهم كلهم. يعني انا في المكتب عندي بروح مكتب اللجوء في كاليفورنيا بشوف موظف اداره الهجره المتعسف، بقول له مش عايزك تعمل مقابله مع الكلاينت بتاعي واجل القضيه لغايه ما يجيبوا لي واحد تاني. لو انت دخلت مع مترجم ولقيت مثلا شخص متعسف بيسقط الناس ما بيديلهاش موافقات، المترجم هيدخل معاه وامره لله، ولما يخش جوه ما يقدرش يضيف حرف واحد ولا يزود، لان بيراقبوا وبيعمل المقابله بيراقبوه وبيترجم ازاي. فنصيحتي ليك يا سيدي الفاضل، ما تسترخص، ما توفرش، ما تسمعش كلام حد، روح لمحامي معاه لايسنس ويكون سمعته كويسة، ما يكونش عنده شهرة ومشهور وبياخد قضايا كتيرة ومش دريان راسه من رجليه. فلازم تتأكد ان الشخص اللي بتتعامل معاه عنده ضمير وذمة ويقدر يعمل لك شغل كويس. دي نصيحة هتساوي تقولها ذهب عشان ما تقعش في مشاكل. المشاهد المستمع اللي بعد الأستاذ، مستمع يسأل ومحامي يجيب، اتفضل. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. مساء الخير استاذ جورج، اهلا بيكي. كنت بس محتاجه اسال حضرتك سؤالين، واحد بخصوص الحلقه اللي حضرتك بتقدمها على موضوع العربيات. يس. احنا من فتره قريبه لسه موجودين في الولايات المتحده وما كانش عندنا هيستوري هنا في البلد، فعلشان كده لما جينا بعد ما عملنا الاوراق بتاعتنا بقى عندنا عربيات وهم معليين جدا الانشورنس. فكنت عايزه اسال حضرتك يعني ازاي تقدر تساعدنا لو في اي افكار نقدر يعني نستفيد بيها من حضرتك على اساس ان احنا نقدر نقدم لهم ويبقى الانشورنس اقل شويه من المطلوب، لانهم تقريبا طالبين في حدود ال 3000 على العربيتين وما هماش جداد العربيات. أوكي. كمان كان عندي سؤال كمان، اذا معلش انا بس بنتهز فرصه ان انا وصلت لحضرتك يعني. شكرا، اتفضل. احنا مقدمين اسايلم. yeah. واخدنا خلاص الموافقه وجرانتد وكده، وكنت عايزه اسال حضرتك هل في امكانيه ان احنا ننزل مصر ولا الموضوع صعب؟ انت حضرتك في ولايه ايه؟ في بوسطن. بوسطن، اوكي. بالنسبه لموضوع التامين، اولا انت المفروض الايجنت اللي عمل لك التامين بيعمل حاجه اسمها ريسيرش، بيشوف شركات كتيره وكل شركه بتدي سعر، فما يتسرعش يقول لك عشان انت ما عندكيش هيستوري تخد التامين دون ولازم تدفعي كده. لازم يعمل شاب اراوند، يعني في شركات انشورنس بتدي اسعار كويسه جدا وبتاخدي كفرج حلو، يعني تامين مغطي كبير. فطبعا ما تسرعيش، لازم يتاكد ويسال كذا شركه ويجيب لك احسن سعر واحسن غطاء
يعني تأمين مناسب. اوكي، إجابة لسؤالك الثاني، انت معاك الابروفال ما قدريش تنزلي مصر دلوقتي. اوكي، ولا اي حد من اسرتي يعني، ولا جوز كمان ولا اولادي. هكمل كلامي. اتفضل. انت اللي مقدمه الطلب وانت اللي عملتي المقابله صح؟ لا جوزي. يبقى انت ممكن تنزلي بس تطلعي تصريح اسمه حاجه اسمها ادفانس بارولي او ترافل دوكيومنتس بالنسبه لك انت، لكن هو ما يقدرش لان هو اللي رافع القضيه وهو اللي وقع عليه الاضطهاد، هو البرنسيبال. اتفضلي. اتفضل حضرتك، اتفضل. لكن انت ممكن تعملي الموضوع ده، بس انا برضو احبذ انك ما تعملوش لان ما فيش جارانتي انك تخشي تاني. فنصيحتي ليكي تنتظري لما تاخدي الجرين كارت وبعد كده تنزلي، بس طبعا ده برضو فيها مشكله لو وقعتي مع اوفيسر غلس وانت راجعه المطار يقول لك ازاي انت مقدمه على اللجوء ورجعتي. بس ناس كتير عملوا الموضوع ده وعدوا منها، ما فيش مشكله، بس ما تاخدهاش كنصيحه مني انك تنزلي بالجرين كارت. شكرا. المشاهد اللي بعد المدام، المستمع يسال ومليكا يجيب. اتفضل. ايوه مساء الخير يا استاذ جورج. مساء الخير. انا عندي جزئيتين هسال حضرتك فيهم. اولها انا في بورتلاند واديلي 6 شهور مقدمه، والاوفيسر ما بيجيش زي ما بيقولوا ما بين 6 لـ 8 شهور او كده يعني. فهل هو في لما بيجي هيدرس كل الحالات المتاخره دي ولا ده مش اكيد؟ انت في ولايه اوريجون؟ في اوريجون زي كاليفورنيا. عندنا ستاك جامد من الابليكانت، ناس كتيره مقدمه ومفيش بادجت يعينوا اوفيسرز كتيره، ففي باك لوك كتير، في يعني قضايا كتيره متعلقه، وده مفيش حاجه نقدر نعملها الا انك انت تنتظري وتطلعي تصريح عمل. وطبعا هيجي لك الميعاد المقابله مفيش مشكله، بس بياخد وقت عن الاول. طيب لو انا حبيت انقل الفايل بتاعي ده ياخد وقت كتير وغلط ولا صح؟ لا ممكن تنقليه طبعا مفيش مشكله، بس هتروحي فين؟ عايزه تروحي فين؟ في ولايه ايه؟ كاليفورنيا؟ عايزه اروح كاليفورنيا يا نيوجيرسي. اولا نيوجيرسي صعبه، الموافقات فيها مش سهله، ممكن كاليفورنيا تحوليه، بس هيجي امتى؟ ما حدش يعرف، ما فيش محامي يقدر يقول لك بعد شهر او شهرين، حسب ما بيروح لاداره الهجره او مكتب اللجوء في اناهايم في كاليفورنيا. ما نعرفش امتى بالظبط التحويل هياخد وقت قد ايه. طيب ولما بيوصل بعد ما يتحول ويوصل بيبقى لنا وضع تاني مختلف يعني؟ هل بينظرونا على اساس ان احنا متاخرين قبل كده ولا بناخد دور برضو من البدايه؟ لا بتاخدي دور من هناك وبتاخدي وضعك بس عايز اقول لك حاجه، انت انسي موضوع المقابله دلوقتي لان مش انت اول واحده يحصل لها الموضوع ده. لو جيتي كاليفورنيا انا افضل تيجي كاليفورنيا لان عندنا موافقات كتيره وسهله عن ولايات تانيه. انا بكلمك بصراحه بالنسبه لك انت، طلعي تصريح عمل وتعيشي حياتك لغايه ما يجيلك ميعاد المقابله. اوكي اوكي بس الماكسيمم ممكن يوصل بينا لغايه امتى؟ محدش يعرف، ممكن بعد شهر يجيلك المقابله، ممكن بعد سنه، ممكن بعد 8 شهور، مفيش قاعده. شكرا. ميرسي يا فندم. شكرا. سلام. المستمع يسال والمحامي يجيب. اتفضل. الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا استاذ جورج. انا بس ليا سؤال عند حضرتك، هو انا كانت بنتي جت سياحه، فيزيت سياحه، وبعدين كانت حامل فجالها تعب واضطرت تولد هنا. هي لما كانت جايه دفعت حاجات من جيبها، كشوفات دكاتره وفواتير، لكن لما جت تولد طبعا المصاريف جامده فاضطرينا نعمل لها الميديكال. يس. فهي ولدت في المستشفى بالميديكال وابنها طبعا خد الجنسيه الامريكيه. هل حضرتك لو هي نازله تاني سياحه وجايه زياره لاخوها هل ممكن يمنعوها من المطار ويرجعوها؟ ده ممكن شيء وارد لان ما بيحبوش حد يستعمل الميديكال او فلوس البلد ويولد ويمشي، لكن دي نادر لما بتحصل، بس شيء وارد. لكن الحاجه اللي اكيده 100% لو الفيزا بتاعتها خلصت وراحت تجددها مش هيجددوا لها. طب لو جت في المطار وضايقوها مثلا على ان ابنها امريكاني وهي جايه زياره شهر وبترجع تاني ومعاها بنتها مولدها في مصر، هل ايه اللي تقوله او تعمل ايه مع لو حد حب يعترضها في المطار؟ اولا ما لهاش حق انها تخش لو هو قال لا، الا اذا طلبت اللجوء على المطار. طلبت ايه حضرتك؟ اللجوء يعني اسايلم، قدمت على اللجوء في المطار لو عندها مشاكل في البلد، اضطهاد او اي حاجه. وطلبت اللجوء من المطار بيدخلوها وبيسالوها ايه المشكله اللي انت حصلت لك في مصر وخايفه ترجعي ليه؟ لو عملوا معاها ايه مقابله ولو ان هي كلامها صح بيدخلوها.
طب وتبقى جايبه معاها اثبات من البوليس او حاجه في مصر ولا ما ولا لا؟ بص يا مدام، المواضيع دي ما بحبش اتكلم فيها على الهوا. لو حضرتك عايزه تاخدي تليفوني ممكن تاخدي من الكنترول رقم تليفوني وتكلميني في المكتب وانا اقول لك ايه اللي يحصل. بس طبعا هي لو دخلت، نادر لما بيحصل مشكله ان هم يقول لها انت ولدتي ارجعي في السفاره، 100% مش هيجددوا لها الفيزا. شكرا. مستمع الثاني اتفضل حضرتك. الو، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير، برنامج المستمع يسال ومليكه يجاوب، اتفضلي حضرتك. وحياتك انا كنت عايزه اسال بس، انا في مرحله ولاده وهجيب اختي وبعت لها ورقه المستشفى ان هي تيجي تحضر معايا الولاده. أيوة. هل ممكن ابعت اي ورق تاني يعني يقدر ان هي تتقبل بسرعه؟ اولا دي ملهاش قاعده، دي مساله حظ. مهما تقدمي اوراق ومهما تبعتي انك عايزه تجيبيها عشان هتولدي او في ظروف لازم تخليها انها تيجي تحضر العماد او تبقى الاشبينه بتاعت الولد اللي هيتولد، ملهاش قاعده، مساله حظ. يعني مهما تبعتي دي عايزه توفيق من ربنا، لان مساله فيزا السياحه النهارده ما اخبيش عليكي صعبه جدا وما بيدوهاش بسهوله زي الاول، لان طالما البلد فيها مشاكل والاقتصاد تعبان ما بيدوش فيها السياحه. فحاولي، ربنا يوفقك. برنامج المستمع يسال ومليكه يجاوب، اتفضل حضرتك. الو الو، اتفضلي حضرتك، معاكي المحامي جورج مليكه، اتفضلي. اهلا، مساء الخير. مساء الخير. انا بابا دخل سياحه وماما واخذوها، وكانت معايا اختي دخلت معايا عندها 15 سنه ورفضوها. اترفضت. عارف. ياس، اتفضلي. فانا عايزه اجيبها، فمش عارفه اجيبها ازاي. اوكي، هي في سنه كام؟ معاها ثانويه عامه ولا في ثانويه عامه؟ نو، هي اول سنه، هي لسه اولى ثانوي. صعب صعب صعب. وعارفه هم عملوا كده ليه في السفاره؟ ما ادوش للبنت عشان يضمنوا الاب والام يرجعوا مصر. عشان تجيبيها صعب جدا دلوقتي. في حل تاني ممكن اقوله لك بس ما احبش اتكلم فيه على الهوا، لان ممكن احنا نساعدك في الموضوع ده ونقول للبابا وماما يعملوا ايه، هم اللي هيساعدوها. انت حضرتك في ولايه ايه؟ ميشيغان. يا كلميني في المكتب يوم الاثنين، خدي رقم من الكنترول. والدك والدتك وصلوا امريكا ولا لسه؟ لا، هم لسه ما جوش. طيب، بس ما فيش اي حل تاني يعني غير لما اكلم حضرتك يا فندم؟ ما فيش حل تاني يعني غير لما اكلم حضرتك؟ ما لازم، عشان اقول لك الحل لازم تكلميني، لان في حاجات لازم اقولها لك، يعني افضل نكلمك مش على الهوا. شكرا. المشاهد الثاني، المستمع يسأل والمحامي يجيب، تفضل. الو، تفضل، معاكي برنامج ألو. يسأل ومليكه يجيب، انا سامعك، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيكي. لو سمحت، انا ليا هنا في امريكا سنتين ونص قاعده عند ابني معاه الجنسيه، ليه 10 سنين هنا وجابني. طيب، وعامله معايا ابني ثاني في مصر عنده 26 سنه، عامله له ورق، ليا سنتين ونص عامله له ورق، ولغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه جات ان هو يعني يجي ولا اي حاجه، مع ان المحاميه اللي عملت لنا قالت لنا في ظرف سنه ونص او سنتين بالكثير هيكون عندكم. انت متاكده؟ ما فيش اي حاجه جات ان هو يجي يعني. انت متاكده انها محاميه؟ مش عارفه، ابني اللي وداني عندها، انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. انت في ولايه ايه؟ احنا في نيجيرسي. للاسف الشديد، انا زي ما الاخ اللي طلع من شويه يتكلم على موضوع المحامين اللي هم بيدوا نصايح غلط، حتى المحامين للاسف. اولا يا مدام، مفيش احسن من الصراحه والنزاهه، لان موضوع ابنك عشان تجيبيه مش بياخد سنه، بياخد 10 سنين. لا، اصل هو مش متجوز، هي قبل 10 سنين اللي هم المتجوزين. مدام اولا، نعم، ما تقدريش تجيبي ابنك المتزوج اصلا تقدمي له، لانك معاكي جرين كارد. فهي مداكي نصيحه خطا كمان، انت تقدري تجيبي ابنك الغير متزوج طالما فوق ال 21 سنة وانت معاكي جرين كارت، بياخد 10 سنين دور. هي ادتك وهيقعد 10 سنين ما يتجوزش، ده وعنده 26 سنة. بالظبط كده، ده القانون مش أنا اللي حاطه، لازم تعرفي الحقيقة وتعرفي القانون. ممكن تزعلي مني بس لازم أقول لك الصراحة. أوكي؟ ماشي.
لا مش هزعل، بس احنا في واحدة حمات اختي جابت عيالها، بس الكلام ده من فترة يعني، من كذا سنة، من 10 سنين يمكن، جابت عيالها في ظرف سنتين برضو، جولها كان مكانوش متجوزين. مدام عايزة الحقيقة ولا أقول لك حاجة زي لا المحامية طبعا عايز قالت لي؟ الحقيقة، بس القانون بيقول حامل الجرين كارد يجيب ابن اللي فوق ال 21 سنة بياخد من 9 ل 10 سنين. ما اقدرش اقول لك حاجة كده. لما تاخدي الجنسية بقى ممكن تعملي حاجة اسمها ابجريد. يعني انا معايا الجنسية دلوقتي يا ناس، يا ناشونال فيزا سنتر، حولوا لي الوضع بتاع ابني من ابن حامل جرين كارد لابن حامل جنسية، ومش هتفرق كتير، هتاخد نفس المدة برضو للأسف الشديد. شكرا. اسأل ومليك يجيب. تفضل حضرتك، عايزين نتكلم في قضايا كتيرة تانية غير الاميجريشن، انا محضرها بس. تفضلوا تفضلوا معاكم. الو، ممكن توطي التلفزيون ونتكلم التليفون بليز؟ الو الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، معاك المحامي جورج بليك. مدام وداد من مصر، ممكن اكلم استاذ جورج؟ انا مدام وداد، شرفتي، اتفضلي. مساء الخير يا استاذ جورج. اهلا بيكي. بقول لحضرتك ايه يا استاذ جورج؟ اتفضلي. انا عاوزه اعمل قضيه عند حضرتك كده يعني، وسمعت عنك كلام جميل قوي 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 من قرايبنا يعني، بصراحه انت محل، ربنا يخليك ويديك الصحه. الله يخليك. يعني سمعت كلام جميل قوي قوي، وفي ناس كتير قراها عند حضرتك ونجحوا كسبوا القضيه الحمد لله. الحمد لله. وانا عايزك انت بالذات يعني، عشان ايه؟ كل قرايبي عملوا الحمد لله، نشكر ربنا. طيب ممكن اجي لك المكتب تعمل لي القضيه دي؟ حضرتك في كاليفورنيا مش كده؟ اه. طيب ممكن كاليفورنيا عند بنتي كده. طيب انت جيتي امتى من مصر؟ بقالي شهرين. طب كويس قوي، حضرتك بتاخدي رقم من الكنترول. تكلميني ماندي وحديلك ميعاد، وانا هقابلك بنفسي شخصيا، لان انا لازم اقابل الكلاينت بتاعي، ما بسيبش ناس في المكتب عندي يقابلوا الكلاينت بتوعي وياخدوا منهم معلومات. انا لازم اقابل الكلاينت واقعد معاه وافهم القضيه بتاعته واساعده. فحضرتك لازم تاكدي ان انا اليوم دون مديكي ميعاد، وهقعد معاكي بنفسي شخصيا، وهنتكلم في القضيه بتاعتك وما تقلقيشي، وهنعمل لك احسن شغل لانك انت اسلوبك كويس، وان شاء الله نخدمك. شكرا. شكرا جدا، هذا شكر. ميرسي خالص. اسال ومحامي يجيب. اتفضلي. استاذ مليكة. اهلا اهلا. اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ مليكة. مساء الخير، اتفضلي. لو سمحت، انا اخذ ابروف بقالي سنه، وقالوا لاولادي هاتوا فيش جنائي، وهاتوا كشف، وهاتوا اشاعه، وهاتوا كل حاجه، عملنا كل حاجه. صح. طب هيجوا امتى؟ او السفاره تبعت لهم امتى لو سمحت؟ هم قدموا الورق للسفاره، الكشف الطبي والفيش وتشبيه وكل حاجه. كشف الطبي والفيش الجنائي وكل حاجه. امتى عملوا الكلام من ده؟ من 1/10. يعني بقالهم بتاع حوالي 4 5 شهور، صح؟ بتاخد على يعني موضوع كان الاول بياخد شهر وشهرين، بس نتيجه للضغط الجامد على السفاره بياخد ممكن 6 7 شهور. ما تقلقيشي، انت في الهزيع الرابع، يعني اديلهم كمان شهرين وان شاء الله هياخدوا الفيزا. ربنا معاكي ومبروك. يعني احنا ما نتصلش بالسفاره ونقول لهم يلا ولا حاجه؟ مش هتقدري تعملي حاجه، لازم تستني لما يبعتوا لهم يستلموا الفيزا. هم خلاص خدوا كل حاجه، هيتصلوا بيهم في خلال شهور بسيطه، هيجي يعملوا هيديلهم الفيزا. يسلم بقك ويخليك ويعليك كمان وكمان يا رب. امين يا رب، ربنا معاك يا ستي. يا رب، شكرا. المستمع الثاني، المستمع يسال ومليكة يجيب. اتفضل حضرتك او حضرتك. الو، اسال ومليكة يجيب. اتفضل. الو، مساء الخير. مساء الخير يا ستي، اهلا بيك، اتفضلي. انا عندي سؤال لحضرتك. انا ماما جات فيزا، واخده فيزا من مصر 5 سنين، ودخلت هنا في المطار ادوها 6 شهور. فالست شهور خلاص قربوا يخلصوا على 20/4، وانا لسه من حقي اقدم لها الابلكيشن بتاع جرين كارد عشان انا معايا الجنسيه. صح. بس طبعا عقبال ما اقدم الابلكيشن هياخد وقت، شهر مش كفايه. فهي معاها فيزا، فهل هي تستنى لما تاخد الجرين كارد، ولا كده تبقى كسرت الفيزا لما تاخد الجرين كارد؟ لا بص يا ستي،
طالما انت معاكي الجنسيه وهي جايه والاقامه بتاعتها خلصت ممكن تقدمي لها حتى لو بعد 100 سنه، لان القانون بيسمح لها انها تقعد طالما معاها بنتها امريكان سيتيزن. يعني ممكن تقدمي لها قبل ما الست شهور يخلصوا او بعد الست شهور ما يخلصوا، ما فيش اي مشكله. فهماني؟ طيب لو انا قدمت، لو الست شهور اللي هي واخدهم خلصوا وقدمت لها على الجرين، هتاخد وقت عقبال ما تاخد الجرين؟ بتاخد في حدود 4-6 شهور مش كده؟ لا اكتر، ممكن تاخد 9 شهور او 10 شهور. يا سؤالك ايه؟ اتفضلي. طيب لو هي مش هتقدر تقعد الوقت ده كله لغايه لما تاخد الجرين، لو حبت تنزل مصر مش هيبقى في اي مشاكل عشان هي تعتبر كسرت الست شهور؟ ايوه بالظبط، انت عارفه كل الاجابات. يبقى لو انت هي مش قادره تقعد، والناس الكبار دول انا عارفهم وتعاملت معاهم كتير ما بيقدروش يستنوا، بيحبوا ينزلوا مصر. فنصيحتي ليكي عشان توفري الاسترس عليكي، خليها تنزل في مصر واعملها دور هجره من هنا. اوكي؟ يبقى هو الابلكيشن هو اللي هيتعمل بتاع الجرين كارد، ام لا واخليها هي تنزل وانا اشتغل في ورق الجرين كارد وهي مش موجوده. برافو عليكي، شكرا. المستمع يسال ومليك يجيب، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. ازيك يا جورج؟ اهلا مين، اتفضل حضرتك. بس عندي سؤالين بعد اذن حضرتك. انا بكلمك انا من تورونتو الحقيقه. انا ليا اخويا في نيجيرسي واحنا هنا في تورونتو، يعني ليا اخ برضه في مصر محتاج ان انا اجيبه، هو عنده 35 سنه وغير متزوج. شايفين اي ايه الامكانيات او ايه الفرص او ايه يعني؟ هل قدم على فيزا سياحه قبل كده؟ قدم على فيزا سياحه مرتين في سفاره امريكا وخد ريفيوز، وقدم على فيزا برضه في سفاره كندا وخد ريفيوز قبل كده مره. دي حاجه، ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا موجود هنا في تورونتو، فيعني لينا برضه اهلنا وحبايبنا في كاليفورنيا، لو حبيت ان انا مثلا اجي كاليفورنيا كمثلا ايه الامكانيات؟ هل ممكن واحد يعمل مثلا بزنس فيزا؟ ممكن واحد يعني ايه الامكانيات يعني؟ ممكن. انت معاك الجنسيه الكنديه؟ معايا. بالنسبه لاخوك، طالما هو اترفض مرتين صعب ان يديله سياحه ثاني، وعشان هو مش متجوز صعب. ففي حل ليه؟ ممكن نعمل له فيزا دراسه عن طريق المكتب ونجيبه يدرس هنا، عملناها الناس كتيره ونجحت نجاح باهر. او ممكن تشوف له خطيبه في امريكا معاها الجنسيه تنزل تتصور معاه، ونجيبه بحاجه اسمها الكي 1 فيزا، فيزا خطيبه. او الحل الثالث اللي هي الاي 2 فيزا اسمها تريتز انفستور، بيستثمر 150,000 هنا يشتري بيزنس في امريكا، وبيطلع ياخد فيزا ويشتغل في البيزنس بتاعه، بيديله سنتين اقامه وتتجدد سنتين في سنتين في سنتين، بس ما بياخدش جرين كارد اللي هي الاي 2 فيزا. ده بالنسبه لاخوك، واحنا كل الفيز دي بنعملها في المكتب عندي. بالنسبه لحضرتك انت ممكن تعمل نفس اللي هيعمله اخوك، بنجيب لك حاجه اسمها الاي 2 فيزا، تستثمر 100-150,000 وتشتري لك ريستور صغير او جاز ستيشن صغيره او كافي شوب، وتاخد سنتين اقامه وتتجدد سنتين في سنتين في سنتين. دي اسهل ارخص اضمن حاجه. اوكي طيب، السؤال بعد اذنك، انا دلوقتي مثلا عندي فاميلي، تاخد بال حضرتك عندي كيدز يعني وكده. يعني هنا مثلا في كندا في امكانيات كويسه بالنسبه للهيلث كير وكده، ايه امكانيات الهيلث كير هناك؟ يعني انا اسمع ان ممكن تشتري انشورنس هيلث كير ممكن زي كده، ايه الامكانيات؟ هل الموضوع يعني انا الحقيقه ما عنديش خلفيه قوي يعني، انا بسمعه ان كده يعني، فهل الموضوع يعني هقول لك ما اقدرش تاخد فوائد من الحكومه، يعني تامين برايفت، يعني قصدي تامين من حكومه، ميديكال ولا ميديكير ولا ميديكيد، ما بتاخدش الحاجات دي لانك معاكش ورق. لكن ممكن تشتري برايفت انشورنس، يعني هيلث انشورنس، تدفع قسط شهري وتتعالج، بس ده بيبقى غالي. فدون هتتعالج على حسابك، هتشتري انشورنس هيلث انشورنس وتعالج على حسابك. شكرا. ده بالنسبه للفاميلي ككل يعني. كل واحد بيشتري انشورنس فاميلي بلان، تعالج على حسابك. مستمع الثاني، مستمع يسأل ومليكا يجيب، اتفضل. انت هلو. هلو، مساء الخير. مساء الخير مستر جورج. انا عندي سؤالين، اذا بتريد اذا سمحت تجاوبني عليهم. انا اني عند امريكان سيتيزن، طلبت اخواتي من 2004
وبعثوا لهم بالسفاره من شي سنه ونص انه اوراقكم وصلت لعنا ولا تبيعوا ولا تشتروا لنعطيكم فيرذر يعني نوتس. بس صارت هي الاحوال بسوريا وسكروا السفاره. في مجال انه نشتغل على اوراقهم يسرعونهم الجرين كارد؟ المشكله السفاره في سوريا قافله مسكره. الو يس يس سر يا. فاللي بيحصل الاتي ان هم لازم يستنوا السفاره لما تفتح للاسف، او ممكن يتصلوا بخيك ويخلوه يعمل المقابله في بيروت في لبنان. يا بس ان كيف بدنا نعجلهم بالوراق؟ لانه انا دقيت للاميجريشن قالوا لي عم نشتغل بال 2002. ما تقدريش تعجلي مقدمين لهم نحن بال 2004، في طريقه انه نعجل لهم بوراقهم؟ للاسف لا، لازم كل واحد يستنى دوره، ما فيش حد يقدر يعني. وسؤال ثاني سيد جورج، واحد من اولاد اخي رح يصير اوفر 21 واذا اجت الاوراق بعد بكم سنه بيمشي مع اهله ولا لازم نعمل له معامله لحاله؟ لا بتعمل له معامله لحاله، ما بيطلع ما بيشملوش الدور، بتعمل له معامله لحاله لانه فوق ال 21 سنه مش هيقدر يطلع مع بيي ولا مامته للاسف. بس نحن مقدمين له من زمان وقت كان صغير. ما انا فاهم، سمع 10 سنين مقدمين. انا عارف مقدم له من 10 سنين وكان اندر 21، لكن ساعه لما بيستلم الفيزا بيبقى فوق ال 21. لو السفارة خدت بالها، وأكيد هتاخد بالها، مش هتطلع الصبي معاهم، لكن لو ما خدتش بالها وعد عليهم هيطلع معاهم 100%. بس القانون أوكي. القانون آخر سؤال في جورج دخيلك ما تواخذني، في مجال إنه نطلب لهم فيزا سياحة مو لكلهم يعني للأولاد، يجوا الأولاد بس لعندي؟ هو ممكن نعمل لهم فيزا دراسة، سياحة صعب. أنا عندي بالمكتب بنعمل فيزات الدراسة وناس كتيرة جت. إذا بتريدي خدي رقمي من التليفون وحكيني مانداي وأنا هقولك إزاي نعمل فيزا الدراسة. بيجيب لهم ورق قبول من الجامعة، بيخش السفارة، نسبة نجاحها عالي بكتير عن السياحة. يسلموا إيديك سيد جورج، يعطيك العافية. يا هلا، يسلموا إيدياتك. يلا بالأمان. مستمع القادم ألو، تفضل حضرتك، معك المحامي جورج مليكة، أهلا بيك، تفضل. مساء الخير استاذ جورج. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ انا رافائيل فاروق من ميتشيغان. ازيك يا استاذ؟ الحقيقه انا بتصل اونلي تو ثانك يو سو ماتش، يعني اقدم شكري الجزيل لحضرتك قدام الملأ كله والناس كلها تسمع ان الاستاذ جورج اعظم محامي في امريكا، ودي شهاده مني لان انا اتعاملت مع محامين كتير هنا في ميتشيغان وفي اماكن ثانيه، وبنلاحظ فرق عظيم في المعاملة والأخلاق والخدمات اللي يعني تستحق أكتر بكتير من المبالغ اللي بتطلبها. الله يخليك، نشكرك حبيبي. وربنا يطول عمرك ويديك الصحة. أقول إيه يعني، خليك سند للمصريين التعبانين هنا في مصر واللي هنا في أمريكا اللي عايزين يجيبوا أهلهم. يعني نشكرك، ربنا يوفقك وإلى الأمام دايما يا متر. يخليك لي يا رب، شكرا على اسلوبك الجميل وربنا يوفقك، واتمنى اشوفك في كاليفورنيا وتزورني في مكتبي، ونفسي اعزمك على الغداء بصراحه، يعني اسلوبك اخجلني. ربنا يحافظ عليك ويخليك لي يا رب. ميرسي قوي. مستمع الثاني اسال ومليكه يجيب. الو الو، معاكي محامي، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير، اهلين، اتفضلي. ازاي حضرتك يا استاذ جورج؟ انا تمام، ازيك انت يا ستي؟ الله يسلمك. بقول لحضرتك انا ليا هنا في امريكا سنتين ونص بالظبط. اتفضلي. ويعني اخد الجنسيه امتى؟ اقدم على الجنسيه امتى؟ انت واخد، بعدين انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، هل هاخدها ولا مش هاخدها؟ لا تاخديها طبعا، ازاي بقى؟ لازم. اوكي. ما هو بيقولوا في امتحان وانا ما اعرفش حاجه في الامتحان. انا هقول لك دلوقتي، اصبري. طيب قولي. ربنا يبارك لك يا رب. عينيا يا حبيبتي. دلوقتي انت واخده الجنسيه عن طريق ايه؟ قصدي خدت الجرين كارت عن طريق ايه؟ ما اعرفش، هو اول ما جيت بشهر كده بعتهولي. مين اللي قدم لك؟ مين اللي قدم لك على الجرين كارت؟ ما اعرفش، ابني. ابنك قدم لك على الجرين كارت. اولا بقالك سنتين ونص مش هينفع تقدمي، لازم تقدمي بعد ما تكملي 5 سنين.
اوكي اولا سنك كم سنه؟ انا اسف يعني لازم اسالك السؤال ده. لا 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 58 سنه. اوكي انت ممكن تتعفي من الامتحان لو عندك عذر طبي، يعني مثلا بتنسي ما بتقدريش تتذكري، عندك سكر بيأثر على الذاكرة، بعيد عنك يعني بدي أمثلة. أيوة لا 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 أنا لا أتمنى لك أي شيء يا رب، تعيش الله يخليك. القانون بيقول الله يخليك لو معاك تقرير طبي ويشرح الحالة بتاعتك يقول ليه أنت لازم تتعفي من الامتحان، عشان أنت ما قدرش تعلمي إنجليزي ولا تاريخ الأمريكي بسبب الحاجة اللي عندك العذر الطبي، فهيعفوكي من الامتحان. لو في دكتور بيعالجك وعندك أي حاجة ممكن يعفوكي من الامتحان نهائيا، وتاخدي مترجم معاكي يترجم لك الاسئله، مش اسئله تبع الامتحان، الاسئله يسالها لك الموظف. وافضل انك تاخدي تاخدي محامي معاكي ساعه المقابله، بس لازم يكون في عذر طبي عشان تتعفي من الامتحان. طب انا اجيبه منين بقى العذر الطبي ده؟ ما انا مش عارفه دكاتره عشان اجيب منه حاجه. لا بس لازم يكون عندك حاجه، ما اقولكيش روحي قولي. بس انت طبعا بالنسبه لل 58 سنك 58 سنه اكيد الذاكره عندك مش زي الاول. ما فعلا الواحد بينسى كتير، احنا بنسى كتير قوي، لو انت بس ما معناش جوابات تثبت كده. ما هتشوفي دكتور يكشف، ما انا فاهمك، بتشوفي دكتور عندك في الولايه اللي انت فيها بيكشف عليكي ويسالك شويه اسئله ويكتب تقرير يقول لك ان الذاكره عندك مش كويسه، ويشرح ليه انت ما قدرتيش تعلمي انجليزي ولا تاريخ الامريكي، ففي الحاله دي هيعفوكي. لا عادي، ده موضوع قانوني، ما بقولكيش قولي حاجه غير الحقيقه طالما بتنسي ومش بتفتكري. وطبعا ممكن الدكتور يدعم حالتك بالمستندات والتقارير الطبيه وتعفي من الامتحان، وقولي لابن ابنك او ابن بنتك اللي جنبك دي عمو جورج بيحبك. تعيش الله يخليك، ربنا يبارك لك يا رب، ومتشكرين جدا. ربنا يخليك يا ستي، ربنا معاكي، باي باي. اسال ومليكا يجيب، اتفضل. الو مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا استاذ جورج مليكا؟ اهلا اهلا. انا اسمي فايق بوليس، وبعدين كان في موضوع كنت قلتك كنت حضرتك عايز اتكلم فيه. بالنسبه انا اختي كنت قدمت لها من سنه 1989 الو الخط ساعه الظهر، ممكن تعاود الاتصال بينا يا استاذ، لان اسف الخط وقع. المستمع المشاهد التالي اسال والمليكة يجي، اتفضل. أهلا يا أستاذ جورج، مساء الخير. منور الشاشة كالعادة. يخليكي ليا يا ستي، اتفضلي يا حبيبتي. أنا نرمين ممثل عليك وطبعا على المشاهدين كلهم، وفعلا منور كالعادة طبعا، سنة جديدة عليك طبعا. الله يخليكي. وأنا حبيبة أتكلم عشان أشكرك على محبتك ووقتك اللي أنت بمنتهى الكرم ومحبة بتديه للجالية العربية كلها. أي ربنا يعوضك وتعيش وتخدم. الله يخليكي على ذوقك وأسلوبك الجميل، و افتقدناكي على الشاشه، واتمنى نشوفك قريب يا رب. انا عارف لا تفضلي لوجودك كده كفايه خالص خالص، انت منور. انا طبعا يعني احب اكون معاك بس انت منور، شوفك فعلا. الله يخليكي على ذوقك واسلوبك الجميل ولبطك، ونتمنى نشوفك قريب معانا على الشاشه، ان المشاهدين اكيد اشتاقوا لك زي ما اشتقنا لك. يعني متشكر على المجامله و انا كمان كنت عايزه اشجع المشاهدين اللي بيتصلوا ويسالوك الاسئله اللي محتاجين يعرفوا. يعني استاذ جورج طبعا ان هو انسان لابعد الحدود وفعلا خبير في القوانين وشؤون الهجره وحجم السيارات، ويا ريت كلكم تستفيدوا منه، معلوماته فعلا مظبوطه، بيعرفوا حقوقه ايه وبيعرفوا كمان ازاي تاخدوها. فحقيقي ربنا يخليه الجاليه العربيه كلها، وتستفيد من خبرته في المجالات القانونيه. وحيا استاذ جورج، اشكرك مره ثانيه، وربنا يعوضك على محبتك. الله يخليك، الله يخليك يا ستي، شكرا على المجامله. ومش عارف اعمل ايه من غيرك النهارده، اديني بحاول اهو. ميرسي خالص، الله يخليك. سيم تو يو، ثانك يو فيري ماتش. اتفضل حضرتك او حضرتك المشاهد التالي، اسال وملك يجيب، اتفضل. الو اوكي. دلوقتي هنتكلم في التعويض بالنسبه في مكالمات ثانيه. اتفضل معاك المحامي جورج مليكة، اتفضل. الخط ساقط طرد. برنامج
اسال وملكة يجيب. اتفضل حضرتك. الو الو، مساء الخير او صباح الخير لو في مصر. اتفضل. لا انا هنا في كاليفورنيا. ازيك يا استاذ جورج؟ اهلا اهلا. انا الدكتور سامح، وبس حبيت ان انا اشكرك واقول لك يعني افضالك علينا كتير خالص خالص، واحنا كلنا هنا بنحبك في كاليفورنيا وفي كل حته صدقني. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك، وانا سناني زي البومبة اهي. انا قلت هتعرفني ولا فاكرني ولا لا. ازاي بقى انساك يا دكتور يا عظيم، ايديك اللي تلفف حرير اللي عملتني ديب كليننج لغايه دلوقتي مش محتاج اي دينست. الله يخليك يا استاذ جورج، يعني وحشني كتير واشوفك قريب ان شاء الله، وحبيت بس ان انا اشكرك كتير كتير، يعني انت افضالك مغرقانا كلنا الحقيقه، والناس كلها بتحبك صدقني هنا عندنا في الكنيسه في بيكرز فيلد، وكلنا بنحبك يا استاذ جورج. يخليك ليا يا دكتور يا عظيم، وبتشكر على المجامله دي، وانا يعني الحقيقه مش عارف اقول ايه. الله يخليك وربنا معاك، ونشوفك بخير دايما ان شاء الله كده منور الشاشه. ميرسي يا حبيب القلب، خلينا نسمع صوتك. مشاهد اللي بعده، هتفضل حضرتك او حضرتك، اتفضلوا معاك. الو مساء الخير يا استاذ مليكة. اهلا اهلا، اتفضل يا بيه. انا اسمي سائر بولس، وبعدين انا كنت في حاجه عايز اقولها لحضرتك، يعني على عن طريق قناه الطريق وعن طريق حضرتك، ان انا كنت بحاول ام تراين تو جيت ذا بيتيشنز فور ماي فاملي، ودخلت على الويب سايت بالنسبه للاميجريشن سيرفيس، وطلعت لي ناس كده ويب سايت تاني برايفت اورجنايزيشنز بيتصلوا بيك وبيقولوا لك تعال احنا نعمل لك الكيسز ونعمل كذا ونعمل كذا، وترام بيضحكوا على الناس وحاجات كده، واحد الشركات اللي دخلت، وانا يعني نشكر ربنا ان انا خدت بالي، اسمهم supportimmigrationsdirect.com، وانا كنت فاكر ان دول من ضمن الفيدرال جفرمنت، فاللي انا اكتشفت ازاي ان انا سالتهم سؤال واحد بقول لهم انتوا فيدرال امبلويز ولا حاجه؟ قالوا لي لا، بس احنا بنجيب لكم الفيزا بسرعه وبنعمل لكم داونلود على الايميل، والاهل بيجوا من 4 أشهر ل 24 شهر. طبعا انا ما الكلام ما دخلش دماغي وكده، فانا قلت اتصل بيكم عبر الهواء عن طريق حضرتك، ان الناس تاخد بالها، لان في نصب واحتيال، فالناس تاخد بالها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، شاكرين الله وشاكرين تعب محبتك، وربنا يباركك كل خير وسلام، وان شاء الله انا هتصل بيك مره ثانيه، لان الاسئله كتيره عليك النهارده. الله يبارك لك، وهطلبك مره ثانيه ايذر بالتليفون في المكتب، او هبقى يعني اوصل لك عن طريق القناه. شاكرين الله مره اخرى، وشاكرين تعب محبتك، والله يبارك لك ويعوضك كل خير. اخوك الصغير فايق بولس. الله يخليك يا اخويا الكبير، وفي اسلوبك الجميل يا استاذ فايق، حقيقه اثرت نقطه مهمه جدا، ربنا يباركك. انت بتساعد المشاهدين بطريقه غير مباشره. انا فعلا الظاهره دي منتشره جدا، وربنا يعوضك على تعب محبتك للناس، لانك انت انسان صادق، واتكلمت في حاجه مهمه جدا. الناس دول بيطلعوا على بابس اب على الانترنت، لما يشوف اي حد بيحاول يعمل ورقه هجره عن طريق الانترنت بياخدوا المعلومات بتاعته ويكلموه ويقولوا تعالى احنا نعمل لك المواضيع دي في خلال شهر، نجيب قريبك او اخوك او شهرين ثلاثه. ده كلام غير صحيح، وبياخدوا فلوس منه ما بيعملوش اللي هم بيقولوا عليه، لان القانون ما بيقولش كده. لما تيجي تقدم لاهلك في دور لازم تاخده، وبيبقى دور طويل، فبيعملوا لك هم زي ما بيقولوا بحر طحينه عشان يستدرجوك وياخدوا فلوسك وما يعملوش حاجه صح، لان دي امانه وتحتم من انسان يكون صادق لما يجي يدي نصيحه، لان النصيحه الخطا بتدي امل كاذب وتسبب ستريس للناس وضحك على الناس. فالاستاذ فايق بولس الله يخليه أن أنوه في الموضوع دون، لأنه كان هيقع في نفس الموضوع دون. هو كلمني وأشكره أنه هو فكرني واتكلم في الموضوع ده النهاردة. لذلك بنصح كل الناس ومشاهدة السادة المشاهدين في أي مكان في العالم، ما تتبعش الإعلانات الكاذبة والناس اللي بتقول لك تعالى نعمل لك الورق وتجيب أهلك في 4 شهور وشهر. ده كلام مش صح، إنه ما يقدرش يعمل معجزات. شكرا. المشاهد التالي، اسأل ومليكا يجيب. أهلا، تفضلي. ازاي صحتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا ستي، اتفضلي. ربنا يعوضك خير على تعب محبتك يعني، وبتخدم كل الناس.
الله يخليك يا ستي. شكرا. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. ايه الامراض عنك اللي تمنع الامتحان الانجليزي؟ حلو قوي. يعني سني 59 سنه. ربنا يطول في عمرك يبقى 900 سنه يا رب. شايف؟ لا هو حددها 120. لا ان شاء الله تبقي زي اخنوخ كده 120 سنه. اخنوخ مش يا ده ربنا. ربنا يطول في عمرك. شايف الامراض الامراض اللي تمنع من الحصول على الجنسيه ما لهاش على سبيل الحصر، ملهاش يعني مش ملهاش يعني ايه يقول لك ده وده وده وده، لا مش لا مش شرط. لازم الدكتور يثبت ان المرض اللي عندك او اللي عند اي شخص بعيد عنك يمنعه. ليه يمنعه؟ ان يتعلم تاريخ الامريكاني واللغه الانجليزيه. يعني مش فيش امراض معينه على سبيل الحصر، لكن ممكن اي حاجه يثبت الدكتور ان النوع دون اللي عندك او المرض اللي عند الشخص ده بعيد عنك. ليه يمنعه من التعلم اللغه الانجليزيه والتاريخ الامريكي؟ لازم الدكتور يشرح الميديكال ستاندنج بوينت، يعني قول راي الطبي. يعني اي حاجه ممكن، واخد بالك، بس تكون بتاثر على الذاكره. يعني واحد عنده الفيروس الكبد او التليف، لو دون بياثر على الذاكره او تقدر تستوعب معلومات او ما يقدرش يديك الفرصه انك تتعلمي لغه جديده، ممكن يعفيكي من الامتحان. بس الدكتور لازم يبرر ليه المرض ده يمنعك انك تتعلمي انجليزي او تاريخ الامريكي. ما يقدرش بس لو واحد عنده انزلاق غضروفي او ايديه مكسوره، مش هينفع طبعا، فاهمه؟ حاجه واضحه. لكن لو واحد عنده السكر، كريست السكر بتاثر على الذاكره، واحد عنده ضربات القلب عاليه ما يقدرش، واحدة عندها مثلا بعيد عنك هاي كوليسترول بيأثر على البرين وما يقدرش. أنا مش دكتور، بس الدكتور يقدر يشخص ويكتب التقرير المناسب، واخد بالك؟ فلازم تستشيري دكتور ويكتب لك تقرير وافي. وممكن تتعفي، حتى ممكن تقولي ممكن التليف الكبدي ما يمنعنيش إن أنا أتعلم، فممكن ده يكون بيأثر على الذاكرة، أنت ما تعرفيش وأنا ما أعرفش، فالدكتور اللي هيقول لك ده ينفع ولا ما ينفعش. اوكي، متشكرة خالص، ربنا يعوضك خير ويخليك لينا يا رب، وشكرا. تحت امرك، ربنا معاك يا ستي. المستمع التالي اسال ومليكا يجيب. الو الو، مساء الخير. الو الو، معاك المحامي جورج مليكا، اتفضلي. عايزه مستر جورج، مساء الخير. مساء الخير، اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضلي. انا بنت المسيح من نيوجيرسي، انا كان عندي سؤال. اتفضلي يا ستي. انا في نيوجيرسي بقالي سنتين وجاني الابروف والموافقه على ان اكون مقيمه في امريكا، وانا تعبانه وعلى ميديكيد في احد المستشفيات في جيرسي. دلوقتي المستشفى بتحولني لمستشفى كولومبيا في نيويورك. هل ده يلغي ده ولا ليه مشكله ولا ما اقدرش انصحك في الموضوع ده؟ ولا لان انا ما عنديش خبره على مواضيع الهيلث كير والبنفيت في نيوجيرسي. لازم تسالي شخص متخصص او تسالي الاداره نفسها. لو غيرتي محل اقامتك او غيرتي مستشفى، هل ده هياثر؟ انا اسف يا مدام، مش حاضر اجاوبك على الموضوع ده. لا مش مشكله، ميرسي يا استاذ جورج، ربنا يخلي حضرتك. الله يخليكي، ربنا معاكي. ميرسي. طب معلش سؤال تاني. اتفضلي. هو جوزي كان عامل معايا انكلوزد الاقامه، yes. وفجاه اتضايق ونزل مصر قبل ما يجي الابروف. هل في امكانيه انه يجي بعد شويه ولا صعب؟ لا صعب، انت بقى تعملي له دور هجره بالورق الابروف بتاعك، هياخد سنه ويجي. سنه ويجي، yes. شاكره ربنا وشاكره حضرتك مستر جورج. ربنا معاك يا ست الكل. المشاهد التالي، المشاهد يسأل وميليكا يجيب، اتفضل. الو الو، مساء الخير او صباح الخير. الو، ايوه انا سامعك، يا سامعني حضرتك؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ، اتفضل. معاك سارت من الكويت. والله ما قصرت، اتفضل. الله يخليك. استاذ ميليكا، انا عاوز اعمل اللجوء الديني، او بمعنى صح انا عندي اولادي عاوزهم يدرسوا في امريكا. ايه الاجراءات اللي نعملها بحيث ان هم
يدرسوا وياخدوا جنسية في نفس الوقت. انت حضرتك معك كل الأسرة معاها فيزا سياحة؟ لا احنا لسه ما قدمناش. طيب احنا عايشين في الكويت. انا عارف انك عايش في الكويت صح؟ وعايز تيجي تقدم على قضية لجوء في امريكا صح؟ تمام. الموضوع ده شائك وحساس، وافضل ان اكلم مع حضرتك في التليفون مش على الهوا، لان في حاجات لازم اسألها ونصيحة لازم اقولها لك قبل ما تيجي تعمل الموضوع ده. فطبعا حضرتك لو عايز تاخد رقمي الكنترول سمعنا هياخد حضرتك دلوقتي ويديك رقم المكتب، لان ارجوك ما تعملش اي حاجة الا ما تاخد نصيحتي الاول. نصيحة. شكرا. المستمع التالي اسأل ومليك يجيب. تفضل حضرتك او حضرتك. الو مساء الخير. صباح الخير. تفضل. ايوه سامعني حضرتك؟ سامعك معايا. تفضل. بعدين انا كان عندي سؤال بخصوص اللجوء، هل ممكن حد يعمل لجوء في الترانزيت جوه امريكا؟ لان احنا صعب مش عارفين ناخد فيزا امريكا نفسها. انت بتتكلم من مصر؟ انا هقول لك القانون بيقول ايه مش رايي الشخصي، لان انا بتكلم من القانون. انت حضرتك القانون بيقول لازم تقدم على اللجوء لما تخش الاراضي الامريكيه، سواء دخلت بفيزا او على الحدود ممكن تقدم على اللجوء. يس. ناس كتيره جت ترانزيت وقدمت، وجت على الحدود عن طريق تيوانا المكسيك وقدمت. انا مش بقول للناس تعمل كده، انا بقول القانون بيقول ايه، لان ده كلام قانوني اللي بقوله. انت لو حضرتك عندك مشاكل وعايز تيجي تقدم على اللجوء ممكن تقدم على اللجوء في المطار او على الحدود على البوردر بين المكسيك وامريكا وكاليفورنيا اسف. فطبعا حضرتك ممكن تقدم عادي، بيعملوا معاك مقابله يقول لك ليه انت خايف ترجع بلدك، لو اقتنعوا باللي انت بتقوله وشعروا ان عندك انت جينيوان فير اوف بيرسكيوشن اف يو جو باك تو ايجيبت، لو شعروا انك انت عندك شعور حقيقي بالخوف انك لو رجعت بيدخلوك حجز لمده معينه، لو معاك اسره الزوجه والاولاد ما بتقعدش فتره كبيره يمكن ساعات وتخرج، لو معاك لو انت لوحدك بتطول الفتره شويه وبيجي حد بيستلمك ويكتب تعهد وبعدين تخرج ومفيش مشكله. الاجابه على السؤال بتاعك حضرتك تكلمني عن الفتره اللي جوه المطار ولا اللي بعد ما اخش اطلع من المطار؟ اللي حضرتك لما بتخش المطار بيعملوا معاك مقابله وبعد كده بيحجزوك فتره ممكن تبقى شهر اسبوع 10 ايام لو انت لوحدك، وبعد كده بتخرج وبعد كده بتحول للمحكمة بيسموه ديفنسيف اسايلم. بيحجزوني تاني حسب الولاية اللي انت داخل منها، ممكن تقعد شهر ممكن اسبوع ممكن خمس ايام، انا اي دونت نو ريلي الديبنز على ايوه لكن هتحجز فين يعني؟ في مكان مخصوص للحجز ولا سجن؟ طبعا طبعا هيحجزوك في مكان مش سجن طبعا، لا معاملة نظيفة طبعا وهتقعد لغاية ما يطلق سراحك وبعد كده تشوف الجادج وتعمل قضية لجوء قدام القاضي. شكرا. المستمع التالي اتفضل حضرتك. الو الو معاك. مساء الخير. ازي حضرتك عامل ايه؟ علي صوتك شويه بليز. ايوه مساء الخير. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. مين معايا؟ انا رفيق جورج. اتفضل يا باشا. ازي حضرتك؟ انا النهارده كنت لسه عندي الانترفيو بتاع الجنسيه النهارده، وهم عارفين ان انا طبعا دخلت امتى وخرجت امتى، وبقالي انا سنتين بدخل وافق عشان ما تضيعش عليا الفيزا وكده، بقعد في مصر غالبيه الوقت تقريبا ست خمس اشهر ونص وبقعد هنا اسبوعين. طبعا هم عارفين الكلام ده كله وما رضيوش يدوني الجنسيه لان هم عارفين لان قالوا لي ان انت كده مش مقيم في امريكا، رغم ان انا كان بقالي ثلاث سنين مقيم قبل كده قبل السنتين اللي فاتوا. السنتين اللي فاتوا بس دول هم اللي كنت بروح فيهم واجي كتير قوي مصر. ما ينفعش. اتفضل. فادوني ورقه وانا ماشي قالوا لي ان انا اديشنال دوكيومنتس ريكوايرد، يعني عايزين اثبات ان انا قاعد في امريكا. يس. الانكم تاكس وفواتير الغاز والكهرباء والنور والانكم تاكس اخر خمس سنين وعقد ايجار والكلام ده صح؟ غالبا كده هم ده اللي عايزينه. مش غالبا، هو ده. مش حاجه اسمها غالبا. عقد ايجار انا ما عنديش بيت اساسا. بيشوفوا عقد الايجار، بيشوفوا الانكم تاكس في اخر خمس سنين، فواتير الغاز والكهرباء، فواتير التليفونات، عشان تثبت انك انت كنت مقيم الفتره اللي اسمها statutory period for residency. طبعا انت ما عندكش الحاجات دي، ولو ما بعتهاش الابلكيشن بتاعك بيتقفل وتقعد فتره بقى وبعدين تقدم تاني. طب انا ممكن انا اقدم على الانكم تاكس دلوقتي ده هيحل المشكله؟
حضرتك قدمت انكابتك 3 سنين قبل كده، اول 3 سنين لما جيت يعني هي سنه واحده تقريبا اللي هفوتها. ما ينفعش يا استاذ انك ما كنتش قاعد، لازم تكون قاعد 914 يوم قعدتهم حضرتك. ثانيه واحده، وبعدين لو انت قاعد فتره اكتر من 6 شهور بره امريكا في كل مره. ما قعدتش اكتر من 6 شهور بره امريكا، كلهم قدامك كنت بقطع 6 شهور. يبقى انت كنت من شويه بتقول لي قعدت اسبوعين وبعدين بقعد بره كتير. بس يعني ما هو اللي بره اللي قعدته ده اقل من 6 اشهر. لا يا استاذ، 15 ونص في السنه. السنه بتزي الورقه كده بتقسمها 2، 6 شهور هنا 6 شهور بره، 6 شهور هنا 6 شهور بره. عملت الكلام ده؟ لا، هو انا اللي انا قريته في الورقه ان هو ما تزودش اكتر من 6 اشهر في كونتينيوس ريزيدنت بره، ولازم تكمل 900 يوم. انا لا قطعت 6 اشهر ولا زودت عن 6 اشهر ولا، وكمان كملت اكتر من 900 يوم. بس مش كل سنه كنت بقعد نص ونص، 6 و6. ما ينفعش. كنت بقعدها كلها هنا، وفي سنين كنت بقعدها غالبيتها هناك اللي هي سنه اخر سنتين بس. لازم تحسبها صح، بص على اخر 5 سنين تكون قاعد مجمع 914 يوم. جمعته. طيب الحاجة التانية، في كل سنة بتبقى قاعد 6 شهور داخل أمريكا و6 شهور بره أمريكا؟ لا مش كل سنة، آخر سنتين مش كده. ما ينفعش. لازم تكون قاعد نص السنة، نصها بره ونصها جوه. ما قدرش تقعد في مصر 9 شهور وأمريكا 3 شهور، يبقى أنت مش كواليفايد. للأسف الشديد لازم تعملها صح، عشان هم عندهم ريكورد بالتواريخ والدخول بتاعتك، جابوها على الكمبيوتر، عشان كده لقوك إنك أنت مش قاعد. شكرا. المستمع التالي اتفضل حضرتك. الو. ايوه معاكي. الو، ازيك يا استاذ جورج؟ اهلا اهلا، اتفضلي. معلش انا لسه مكلمه حضرتك دلوقتي، الجوابات اللي انا هجيبها ان انا بنسى عشان اقدم على الجنسيه. يس. اجيبها من دكاتره متخصصه يعني مخ واعصاب، ولا ينفع الدكتور بتاعي اللي هنا في امريكا بيعالجني من العظم يعني العظام، ينفع؟ سؤال. لا، ولا لازم دكاتره متخصصه؟ لا، لازم الدكتور اول حاجه هيطلبوا منك حاجتين، كويس انك قلتي لي مين الدكاتره، انا نسيت اقولها لك. لازم الدكتور اللي بيعالجك يكتب تقرير، لان هو البرايمري كير فيزيشن اللي هو الطبيب اللي بيعالجك لازم يكتب تقرير، وطبيب تاني متخصص بتاع مخ واعصاب الاثنين. يعني لازم دكتور كدا؟ مخ واعصاب. ليه بقول لك كده؟ لك لو رحتي لطبيب مخ واعصاب وكتب لك تقرير عفوا هيقول لك ليه انت راحه للدكتور ده، ما جبتيش ليه من الدكتور بتاعك الاساسي اللي بيعالجك. لو عملناها مع ناس كتيره وطلعوا ناصحين موظفين يقول لك ليه انت رحت لمخ واعصاب وما جبتليش جواب بالتقرير بتاع الدكتور اللي بيعالجك بقاله سنتين مثلا، دي هتولد مشكله. فلازم تجيبي من الاثنين. اوكي. شكرا. طيب مصر، من دكاتره من مصر يعني، ولا لازم دكاتره من هنا من امريكا؟ من هنا، لازم من هنا. أوكي. اجيبها الليمون دول ولا اجيبها مقرب اقدم على الجنسيه؟ لا طبعا، لما تقدمي على الجنسيه ما ينفعش دلوقتي، لازم يكون تواريخ حديثه حبيبتي. طب مش هيقول لي انت اول ما جيتي تقدمي جايبه الجوابات دي؟ الزهايمر ده ولا النسيان بيبقى من زمان مع الواحد، ما بيبقاش فجاه كده. لا يا مدام، لو بتعالجي عند دكتور بقالك فتره سنتين تستمري معاه في العلاج، وبعدين تجيبي التقارير الطبيه من عندي يقول انا بعالج مدام كذا من منذ سنه كذا لحتى الان وهي تعاني من كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ لازم من هنا، يعني لازم دكاتره من هنا، ما ينفعش دكاتره من مصر. ما ينفعش، ما ينفعش، صدقني ما ينفعش، لازم من هنا. اوكي. الو. الو، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضلي، معاكي المحامي جورج مليكة، اتفضلي. حضرتك معلش هكلم حضرتك في سؤال بسيط. اتفضلي. انا جيت، انا ليا اكتر من سنتين هنا في امريكا، وجيت خدت سكن في ال اي، وفي خلال اسبوع كده جالي الام رهيبه في كل جسم ومفاصلي، وما كانش ولا دكتور عارف عندي ايه. بالصدفه كان في دكتور في الكنيسه قال لي ربما يكون في مولد، انا ما اعرفش ايه هو المولد ده بصراحه. راح قال لي اعملي عينات في المعمل، جبت المعمل وخد عينات من البيت واكتشف فعلا عندي مول، وهي اثرت على كل جسمي وخلتني ما اقدرش اتحرك ولا اشتغل ولا اعمل حاجه، والدكتور اداني ادويه للمولد ده، وبعد كده نفس
قالوا لي ده ممكن ترفعها بيها لصاحب البيت انه ممكن يخلي ايه الموضوع. انا قلت حضرتك لو كان كده اتصل بحضرتك وقبله. انا ممكن اجيب لك تعويض كويس جدا، بس انا يعني اللي ما يعني معيش مش عايز فلوس يعني. منك انا باخدش فلوسي مقدم في قضايا التعويض. انا لما القضيه بتخلص احنا بنعمل كل حاجه من الف للياء. لما القضيه بتخلص بناخد تلت من التعويض بس. مفيش مشكله، لان انا ليا اكتر من 5 شهور مش قادره اشتغل وعندي تقرير الدكتور وتقرير المعمل وكل حاجه. طيب سؤالي ليكي، انت كنت مستاجره من 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 مستاجره. انا جيت خدت سكن وفجاه كده في خلال اسبوع الم لا يتصور عقل في جسمي، ما كنتش بتحرك والدكاتره ما كانش عارفين عندي ايه. طيب عملوا تحاليل وطيب وتحاليل كتيره ما لوش حاجه، بس وبعدين اكتشف صدفه يعني. طيب حضرتك ساكنه في ولايه كاليفورنيا؟ في ال ايه تقدر تجيلي مكتب انهايم يوم الاثنين؟ ماشي اكلم حضرتك. الكنترول معايا دلوقتي هيديك رقم تليفوني وانا هجيب لك التعويض اللي انت انا اتكلمت في اول حلقه عن التعويضات المستحقه. انا هجيب لك حقك تالت ومتلت، ما تقلقيش الموضوع ده. شكرا. انا عايز اتكلم بس على بقيه الحلقه على النقط اللي كنت عايز اتكلم عليها. مش عارف في تليفونات كتيره ولا ممكن اتكلم؟ تليفونات كتيره جدا. اوكي اتفضلوا حضراتكم، يا ريت نتكلم في مواضيع تانيه غير الهجره. بس اتفضلوا. الو معاك المحامي جورج مليكة، اتفضل. ايوه انا رأفت مرقص من كاليفورنيا. يس. انا كان ليا خالي جه هنا قعد في احد الولايات 6 شهور ورجع مصر بقى من طيب ريت بسرعه يا استاذ عشان في تليفونات كتير على الخط. 4 سنين. نعم. هو كان جاي لوتري الجرين صالح لسنة 2017. يس. هل يقدر يرجع أمريكا تاني أم لا؟ بلد إيه بره؟ بقاله من 3 سنين ل4 سنين وما جاش خالص، صح؟ هو وحظ، ممكن يخش ولو عرفوا في المطار إن بقاله 3-4 سنين ممكن يرجعوه أو يدخلوه ويحطوه قدام المحكمة عشان يثبت القاضي ان هو ما تخلاش عن الاقامه بتاعته، لكن لو ما خدوش بالهم ممكن يعدوه. في ناس كتيره دخلت وعدوهم حتى لو قعدوا اكتر من كده، مساله حظ. اوكي شكرا. المستمع التالي اسال ومليكة يجيب، اتفضل. الو اسال ومليكة يجيب، اتفضل. الو مساء الخير استاذ جورج. اهلا، اتفضل يا بيه. اهلا مع حضرتك جورج من كاليفورنيا. هاي جورج. احنا انا بس كنت عايز حضرتك على حاجتين. اول حاجه، لو انا هنا معايا جرين كارد، هل لو انا عملت بيزنس هنا وحطيت فيه اسم حد من اخواتي او قرايبي اللي في مصر، يس، هل ده ممكن يسهل لهم ان هم يجوا؟ ممكن، بس انا افضل انك انت تخليهم هم يحولوا الفلوس باسمهم هنا ونعمل لهم بيزنس في حدود 100-150 ألف وياخدوا الاقامه. ما تدخلهمش معاك شريك او تشتري انت البيزنس، أو أنت تشتري بيزنس ليهم بس يحولوا فلوس من مصر لأمريكا عن طريق البنوك. ممكن نعملهم بنجيب لهم فيزا اسمها E2 فيزا. يس. طب إزاي حضرتك موضوع التحويل دلوقتي هم قافلينه في مصر؟ بيحولوه لو بنك ليه فرع هنا وأثبت إن هو فتح اسكرو وهيشتري بيزنس وورى للبنك في مصر إن هو هيشتري مشروع تجاري، ممكن البنك يحول له الفلوس. ده يعني لازم تثبت في مصر بيسألوا ليه عايز الفلوس دي، عشان هشتري بيت او هشتري بيزنس، فممكن يحولوه. فاهم قصدي؟ طب وهل ده بيبقى عن طريق مكتب حضرتك؟ ممكن الاجراءات، احنا بنعمل كل الاجراءات دي. خد رقمي من الكنترول وتعالى قابلني في المكتب وانا اساعدك. شكرا. المستمع التالي معاك المحامي جورج مليكة، اتفضل. الو مساء الخير، اتفضلي. مساء الخير، ازيك يا استاذ جورج؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ستي؟ معلش بتكلم بسرعه عشان في مكالمات كتيره والناس. معلش انا اسف، بقول لحضرتك ايه، انا بقالي 5 سنين ان هو بس مش عارفه اجيب بنتي. يعني بنتي دلوقتي متجوزه، يعني دخلت ويا بنت مره ما نفعش، طبعا دلوقتي اتجوزت وكده ومعاها بنتي يعني عندها 9 شهور كده. فهل انا دلوقتي بابا عنده 70 سنه يعني داخل على 70 سنه 69 اوكي، انت فانا اعمل ايه؟ أنا يعني انت قدمت لها دور هجره؟ لا ما قدمت لهاش خالص. حلو. لان هي كانت بتخش دخلت مرتين. أوكي. مره وهي بنت
ومرتين وهي متجوزه. طيب جوزها زوج قدم على فيزا سياحه؟ هو دخل معاها اخر مره، مره واحده. موقف صعب، مره واحده دخل معاها. طالما اترفضوا السياحه مرتين صعب يا مدام، انا اسف. ما فيش غير بقى حاجه فيزا عن طريق الاستثمار او ممكن عن طريق الدراسه. نتكلم في الموضوع ده. طب بقول لحضرتك حاجه بس، هو في يعني حد قال لي بس مش عارفه ده صح ولا غلط، يعني اللي هو ممكن يعني نجيبها عشان باباها عنده 70 سنه ممكن يعني يتعمل له زي، يتعمل لها زي ايه؟ يعني الدكتور يقول ان هو مش قادر ينزل في الطياره، هو تعبان وحقيقي هو عنده سكر وضغط. ممكن يا مدام تعملي كده، بس ما فيش حاجه مضمونه، لانها ما فيش فيزا مخصوصة عشان والدها مريض، برضه دي فيزا سياحه ممكن ياخدوا بيها او ما ياخدوش، بس طبعا لازم تجيبي تقارير طبيه من الدكاتره ان والدها مريض وعنده 70 سنه وعايز يشوفهم، عايزه تشوف والدها، وتبعت لها تقارير طبيه وتوريها للقنصل، بس ما فيش حاجه مضمونه، بس ممكن تعزز موقفها، حاولي تعملي كده وتبعتي جواب وتبعتي ضمانه ان هي هترجع، ما فيش مشكله ممكن تنفع وربنا يسهل لها. المشاهد التالي اتفضل حضرتك، معاك محامي جورج مليكا، اتفضل. الو 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 ايوه معاك المحامي جورج مليكا، اتفضلي. اي هاي، انا كنت عاوز اسال، انا عامله اسايلم واخدت الجرين بتاعي. طيب. وانا هبقى في شهر 11 اكمل 5 سنين، فكنت عاوز اعرف انا لازم اخدها بعد 5 سنين ولا 3 سنين؟ 5 سنين. شكرا المحامي. 5 سنين. طب بالنسبه لان اعرف اجيب اهلي بابايا ومامتي، ما ينفعش لما تاخد الجنسيه، لما اخد الجنسيه مين يبقى معايا ضامن؟ اي حد يبقى ضامن لو معكيش دخل. اي حد يعني لو اخويا عامل اسايلم واخد الجرين ينفع يبقى من ضامن معايا؟ بالظبط كده. شكرا. المشاهد التالي اسال ومليكا يجيب، اتفضل. الو، يا ريت نوطي التلفزيون نتكلم من التليفون. الو، اتفضل حضرتك. ايوه استاذ جورج معايا. معاك اتفضل. الخط وقع، المشاهد الخط وقع بتاعه، ممكن ياخد رقمي من الكنترول ويكلمني في المكتب. ايوه يا استاذ جورج اتفضل. ابن المسيح معاك. اتفضل يا ابن المسيح، اتفضل حبيبي. انا زوجتي قدمت على الجنسيه من 3 سنين. يس. ومرتين ما عرفتش تاخدها الجنسيه عشان الانجليزي بتاعها مش كويس ومش صح، مش كده؟ وهي دلوقتي عندها 65 سنه، ممكن تقدم تقرير طبي الحاله اللي عندها. يا بيه، انا السؤال ده جاوبت 4 مرات النهارده في الحلقه، يا ريت تراجع الحلقه بقى، تعاد بكره هتسمع نفس الاجابه، لو معاها تقرير طبي بتعفي من الامتحان، مفيش مشكله. شكرا. المشاهد التالي اتفضل، معاك اسال ومليكا يجيب. الو الو يس، لو سمحت اي حد سمع السؤال. الو اتفضل حضرتك. مساء الخير. مساء الخير، اتفضل حبيبي. معلش انا ثاني مره ادخل مع حضرتك، معلش انا كنت سالت وحضرتك ما جاوبتش كل السؤال. اتفضل. انا اخويا جاي سياحه، انا عايز بس ما اخدش وقت من حضرتك. اخويا جاي سياحه وعايز اعرف بس يبدا اجراءات بعد كام شهر، يملى ابلكيشن او يمشي مع محامي. وتاني حاجه، مراته في مصر، ممكن ابعت لهم دعوه يدخل السفاره ولا مش ممكن؟ طب حضرتك خد رقم، هقول لك انا يا استاذ، انت من ناشفيلد وخدت وقتك، معلش في مكالمات كتير انا اسف. طب انا بس عايز خد رقمي، خد رقمي من الكنترول وكلمني مندي وانا هشرح لك. شكرا. المستمع التالي اتفضل. المشاهد التالي الو الو الو، اتفضل حضرتك. ايوه معاك، سامعك، معاك المحامي جورج مليكا، اتفضل حضرتك. ايوه استاذ مليكا، ازيك؟ اهلا اهلا، اتفضل. بقول لحضرتك، انا اخو المدام، احنا اللي انا ومراتي واخدين سيتيزن هنا في امريكا، و اخوها في مصر هو بيزنس مان، يقدر ياخد فيزا، يعني حسب ما انا عارف ان هو ممكن يقدر ياخد فيزا، لكن ولاده عنده ولد وبنت. يس. 10 سنين و 11 سنة. فازاي يقدر يجيبهم كلهم مع بعض بالفيزا؟ هو اتفضل. في طريقة لحضرتك تقدر تريكومند دي؟ لو عمل فيزا مستثمر هنا بيجي الأسرة كلها، اللي هي الاي 2 فيزا، اتكلمت عليها في الحلقة.
اللي بيشتري بيزنس هنا، لكن لو راح سياحة كلهم ممكن يدوله هو والمدام ويدوش الولاد، وده اللي بيحصل ظاهرة معروفة في السفارة عشان يضمنوا ان هو يرجع. فهو الاحسن ان احسن ان هو يقدم على بيزنس فيزا يعني. ما اللي هي فيزا انتريتز انفستور اي تو فيزا، وما يقدرش يعملها لوحده، لازم تكلمني حضرتك، ولازم يستثمر 150 الف دولار هنا ويشتري بيزنس، وبنبعت له الاوراق ليه والاسره اللي في السفاره بتدي له اي تو، هو والزوجه والولاد لازم هيطلعوا معاه. لكن انا سمعت ان هو ممكن لو بيقولوا ترجم الشهادات بتاعته وقدمنا له هنا هو بالنسبه للمدارس حتى خاصه، هل فعلا يقدر يدوا للعيال فيزا؟ نو كلام مش صح. مش صح نو. شكرا. طيب انا في جيرسي ما اعرفش ازاي هقدر اتصل بحضرتك يعني. راقد رقمي من الكنترول وانا هشرح لك باستفاضه ماندي ايه الاوراق المطلوبه منه، وممكن نشتري له بيزنس في كاليفورنيا او في جيرسي ونجيبه عن طريق الاي 2 فيزا، مفيش مشكله. شكرا. المشاهد التالي اسال وملك يجيب، اتفضل. الو الو، معاك المحامي جورج مليكه، اتفضل. ازيك يا استاذ جورج؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ، اتفضل. انا دلوقتي لما انا في كاليفورنيا وزوجتي حصل انها تعبت، وانا كنت انا فيزا سياحه ورحت مستشفى طوارئ قعدت قليل من الايام، وبعدين خرجت وبعتوا لنا جواب عايزين فلوس، قلنا لهم مش معانا فلوس. بعد كده انا قدمت على رخصه قياده وكانت الفيزا قربت تخلص، فاضل لها حاجه و50 يوم. ايوه. وبعدين بعد ما نجحت قالوا لي لا مش هنقدر نديك الرخصه الا لما تكون وضعك اكتر من 60 يوم. فانا مقدم دلوقتي على اسايلم، امتى انا اولا بسال بالنسبه لزوجتي وخصوص الفلوس اللي عليها في المستشفى؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، امتى اخد انا الرخصه في مراحل الاسايلم وانا هقدم؟ هل بعد ما اقدم ورقي؟ انت ولا بعد ما اعمل ميعاد؟ ولا بعد ما اخد ابروف ولا ايه بالظبط؟ انت حضرتك موقفي ايه بالنسبه للرخصه؟ أوكي. شكرا. انت حضرتك في كاليفورنيا مش كده؟ ايوه يا فندم. اوكي، قدمت عن طريق محامي وورق اللجوء؟ ايوه يا فندم. انا افضل تسال المحامي اللي معاك عن طريق اللجوء، هو ممكن يجاوبك على الاسئله دي. بالنسبه لموضوع مراتك اللي مصاريف المستشفى مش قادره تدفعها، ممكن تعمل حاجه اسمها ايمرجنسي ميديكال لانها ده ما عندهاش دخل، وممكن الميديكال يدفع الكلام ده وليها، مفيش مشكله. شكرا. المشاهد التالي اتفضل حضرتك اسال ومليكه يجيب. الو، اتفضلي حضرتك. ايوه، انا من فلوريدا. اتفضلي يا فندم. انا المفروض ان انا كنت اقدم على الجنسيه من 3 سنين بس ما قدمتش، هل دي فيها مشكله ان انا اقدم دلوقتي؟ مفيش ادنى مشكله، ممكن تقدمي اي وقت يعجبك عادي يعني. yes. طيب في سؤال تاني لو سمحت. يا ريت بسرعه عشان في مشاهدين كتير. طيب انا جوزي كان نزل مصر سنتين، هو برضو معاه جرين كارد، كان المفروض يقدم على الجنسيه، بس نزل مصر وكان حصل الظروف ان هو عمل عمليه وكده وتاخر في المجيء. حلو، اتفضلي. فده من حقه ان هو يقدم بعد ما الجرين كارد بتاعه عدى 5 سنين ولا فعش في مشكله؟ لما بقاله قد ايه في مصر اولا دلوقتي؟ هو جه بس هو بقى له 8 شهور هنا وبس، قعد حوالي سنتين في مصر. كويس ان هم دخلوه من مطار اصلا. ما ينفعش يقدم. لا، يقدم بعد 4 سنين ويوم من تاريخ وصوله. 4 سنين ويوم من تاريخ وصوله. شكرا. شكرا يا فندم. ميرسي خالص. المستمع المشاهد التالي اسال ومليكه يجيب، معاك المحامي جورج مليكه، اتفضل. الو. الو، ايوه استاذ جورج، انا كنت بكلم حضرتك من شويه وقطع. هو انا بس معلش كنت عايز اسال حضرتك ان انا ليا اخويا في مصر، هو متجوز وعنده طفلين، وهو دخل السفاره قبل كده واخذ الفلوس بس دخل لوحده، فانا كنت حابب بعد ان انا ادخله اليومين دول هو والاسره، يعني هو ومراته والاطفال، فده يبقى معزز موقفه شويه ان هو يقدر ياخد فيزا ولا نو نو. بص اقول لك حاجه، قاعده النهارده في السفاره، طالما واحد اترفض مره سياحه صعب جدا جدا يديها له، عايزه معجزه. فالنصيحه ليك تخلي المدام هي اللي تخش لوحدها، لو هي اترفضت معاه اول مره ولا هو لوحده دخل؟ لا، هو الاول هو دخل لوحده. هي خلاص انا فهمت الاجابه، اللي هو لوحده، يبقى المدام تخش دلوقتي تقدم على فيزا لوحده.
استنى بس شويه، تخلي المدام تخش تقدم على فيزا وتاخدها، وبعدين المدام تيجي هنا ممكن يعمل لها اي حاجه انها تقعد هنا، وبعد كده ممكن يجيبه هو عن طريقها. دي اللي لازم تعمله، غير كده صعب. اوكي، يعني ادخل المدام بالاطفال ولا ادخلها لوحديها؟ تخش لوحدها بس الاول، لو دخلت مع الاطفال مش هيرضوا يخرجوها، مش هيرضوا يدولها الفيزا، ولا لا مالكيش روابط في مصر. لما تسيب الاولاد والزوج يبقى ليها روابط في مصر، فمضمون انها ترجع. شكرا. المشاهد التالي اتفضل حضرتك. الو اتفضل. لو سمحت انا كنت عايز اسال، انا مقدم اسايلم وعملت الفينجر برينت بقالي حوالي 4 شهور ونص، بس انا ما جاليش اي حاجه لغايه دلوقتي. انت حضرتك انا ممكن حضرتك في ولايه ايه؟ انا في كاليفورنيا. يبقى تسال المحامي اللي عمل لك الورقه هو يجاوبك. انه انا مقدم دايركت من غير محامي، هتفرق لو مقدم مع محامي؟ اه طبعا، لو مقدم على محامي بيتابع المعامله وبيكلم السوبرفايزر او يبعت ورق للدايركتور ممكن يساعدك. لكن ما ابعتش انا دايركت. ما اقدرش اساعدك يا استاذ، لانك انت مش كلاينت عندي، ولو ما عندكش محامي ممكن تروح لهم هناك تقدم تظلم، في ورقه بتملاها على الشباك تقدم تظلم ممكن يساعدوك. شكرا. المشاهد طيب، في سؤال ثاني معلش. اتفضل. انا اختي اخذت الجنسيه، بس انا عايزين نجيب بابا وماما من مصر، هل ينفع ابقى انا ضامن وانا لسه ما خدتش جرين؟ لا، لازم يبقى جرين كارت او جنسيه، ما ينفعش تكون ضامن. اوكي ثانك يو. شكرا. المشاهد التالي اتفضل. ايوه اتفضل. الو لو سمحت، انا معاك، عايز الرقم بتاع الاستاذ جورج مليكه لو سمحت. الكنترول اه اتفضلي، الكنترول سامعني، ممكن ياخد يديك الرقم بتاعي لو سمحت. المشاهد التالي اتفضل. مساء الخير يا استاذ مليك. اهلا اتفضلي. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ مساء الخير، مساء الفل، اتفضلي حضرتك. أنا أستاذ مليكة، من 5 سنين رحت شلت الرحم وكان في ورم فوق الرحم، فالدكتور شال الرحم وساب الورم، وأنا كل سنة بروح أشيل ورم، حتى دلوقتي عملت عملية في القلب، هل ينفع إن أنا أرفع قضية على الدكتور اللي ساب لي الورم جوه؟ أنت في ولاية إيه؟ أنا في كاليفورنيا. القانون بيقول ممكن ترفعي قضية ميديكال مال براكتس، يعني سوء العلاج بالدكتور، الخطأ المهني في خلال سنة من الواقعة أو سنة من تاريخ علمك بخطأ الدكتور. فاهم قصدي؟ طب أقول لحضرتك، أنا بقالي 5 سنين دلوقتي بعاني وبشيل حاجات ورم وعمليات، هل ينفع أرفع قضية دلوقتي؟ أنت عرفتي إمتى الأضرار دي حصلت لك؟ عرفت وأنا دريانة بكل سنة بيلاقوا ورم. يبقى حضرتك تجي لي المكتب وتجيبي لي كل التقارير الطبيه وانا هشوفها، وهبعت التقارير الطبيه لدكتور تاني يدي رايه، لو فعلا الدكتور اللي هبعتك ليه بص على التقارير وقال الدكتور فعلا مخطئ ممكن يجيب لك تعويض كويس. خدي رقم. انا قابلت دكتور امراض نساء وقال لي ينفع تقضيه زي يشيل الرحم ويسيب لك الورم جوه. صح يا مدام، انا ما ينفعش الكلام، لازم. طب انا هقول لحضرتك ينفع اقضيه بعد 5 سنين؟ ما انا عامله عمليه في القلب دلوقتي عشان خدت 2 كيلو والكيمو اثر على القلب، فانا عامله عمليه القلب بقالي 2 شهر. ربنا يديك الصحه يا ستي، بس السؤال زي ده ما اقدرش اجاوبك عليه في 5 دقائق، ده موضوع شائك، لازم اقعد معاكي وافهم منك امتى عملتي المواضيع دي، واقعد معاكي على الاقل ساعة ونص كونسلتيشن استشاره، وبعد كده اقول لك ممكن عندك قضيه ولا لا. فحضرتك خدي رقمي من الكنترول دلوقتي وكلميني، وخدي موعد في المكتب وتيجي تقابليني وانا هساعدك. شكرا. المشاهد التالي اتفضل. اسال وملكة يجيب. اتفضل. لو سمحت وطي التلفزيون، لو وطي التلفزيون واتكلم من التليفون لو سمحت. لو سمحت وطي التلفزيون واتكلم من التليفون. المشاهد اللي بعده مش قادر اسمعه. اتفضل حضرتك، انا سامعك. المشاهد التالي. الو 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 ايوه استاذ جورج، انا دلوقتي عايزه اسال على امتى اقدم على
رخصة وأنا مقدمة على الأسايلم. تقدمي على رخصة؟ ما انت اقدم على رخصة القيادة قبل ما اخد الابروف ولا بعد ما اخد الابروف؟ انت في ولاية ايه؟ وكنت امتحنت في ولاية ايه حضرتك؟ في ولاية ايه؟ نيوجيرسي. اوكي، لو عندك محامي ممكن يساعدك يجاوبك على السؤال دون. انت ممكن تقدمي على الرخصة لما لغاية 6 شهور، بيدوك رخصة لمدة 6 شهور. لو ال6 شهور اللي انت واخدهم خلصوا ما ينفعش، لازم تستني لما تطلعي تصريح عمل بعد 150 يوم من تاريخ تقديم طلب اللجوء، بيطلع لك تصريح عمل ممكن تقدمي على رخصة سواقة. شكرا، وممكن تطلبيني في المكتب وتاخدي ارقام التليفونات بتاعتي من الكنترول. الحلقة قربت تنتهي دلوقتي، فلو السيد المخرج يديني بس 5 دقايق اعمل بريف على الموضوع اللي كنت عايز اتكلم عليه. في عندنا وقت؟ اوكي. دلوقتي انا اتكلمت في اول الحلقه عن مواضيع الاصابات الشخصيه، وكنت اتمنى ان انا اكمل الحلقه كلها على الاضرار الشخصيه وحالات الهيت اند ران والريسيفنج ستولن بروبرتي، لكن كالعاده كل مكالمات بتيجي ايميجريشن ونحول الدفه من قضايا تانية لقضايا تانية. فالمشاهدين اللي عندهم رغبه ان يتعرفوا على قوانين اخرى ما بيقدرش يستمتعوا ويسمعوا النصيحه بتاعتي بسبب الاسئله كتيره على مواضيع الهجره. وانا نوهت في اول حلقه ان الهجره خدت كميه كبيره من وقتنا، لذلك بحاول ادي فرصه يا جماعه للناس الثانيه انها تستمتع بالقوانين المختلفه. حالات التزحلق والوقوع، لو افترض مثلا شخص دخل محل مطعم ولقى ميه وتزحلق، مين اللي هيدفع له التعويض؟ صاحب المكان. ليه؟ لان هو طبعا اهمل، ما عملش تشيك على المكان وشال الميه دي، فبياخد تعويض عن الاضرار الجسديه والنفسيه وتعطل على العمل زي ما شرحت في اول حلقه، لانك حالات تزحلق والوقوع بتحصل كل يوم وفي قضايا كتيره، فما تسيبش حقك، لانك مين هيدفع لك مبالغ التعويض اللي هي قصدي مصاريف العلاج اللي هي مصاريف المستشفى والتعطيل عن العمل؟ صاحب المكان عنده انشورنس، بنقاضي بنطلب تعويض من شركه الانشورنس بتاعته. في الشوب ليفتنج، السرقه من المحلات، دي ظاهره منتشره جدا وناس كتيرة بتقع بإغراءات، بتخش المحلات بيشوفوا بضائع كتيرة فبتعجبهم، بيخبي حاجة ويخرج وبيظبطوه بره المحل ويدخلوه. خلي بالك في كاميرات بتشاهد كل الناس اللي بتدخل تعمل الموضوع ده، وفي ناس بتبقى ماشية في المحل بيتظاهروا ان هم زباين بيشتروا وبيراقبوا وبيعمل كده، دون اسمه اللاس بريفنشن. كذلك الشوب ليفتنج زي ما انا قلت في اول حلقة ليه انواع، تغيير الاسعار، يشوف قميص مثلا زي اللي انا لابسه دون مثلا او بدلة او اي حاجه يغير السعر، ياخد تيكت من حاجه رخيصه يحطها على حاجه، قصدي من حاجه يعني مثلا قميص ب $50 او ب $30 وقميص تاني مثلا ب $5، يبدل السعر، يحط ابو $5 على ابو $30 ويطلع ابو $30 ويدفع ال $5 على اساس ان ده السعر بتاعه، بيحط التيكت الرخيص على التيكت الغالي. دي بتعتبر شوب ليفتنج، اللي يخش جوه المحل وياكل حاجه ويرمي الحاجه، جبنه مثلا او ياكل شوكولاته ويرميها ويحاول يطلع ما يدفعش، دي شوب ليفتنج. كل ده تخلي بالكم منه. ريسيفنج ستولن بروبرتي، واحد يديك ساعه يقول لك خد اشتري الساعه دي وهي ساعه فخمه، دي رالكس او رادو، يقول لك ادفع فيها $10 وتدفع فيها $10 او $20 والساعه دي ثمنها في المحلات $200 $300 $1000 مثلا، بيجي البوليس يقبض عليك، تقول له انا ما اعرفش انها مسروقه، لا تعرف لانك انت خدت ايه قيمته الافات الدولارات وبتدفع فيها مئات، فدي يعتبر ريسيفنج ستولن بروبرتي، يعتبر جنايه. انتوكسيكيشن ان بابليك بليس، لما شخص بيبقى قاعد بيشرب بيره او بيسكر في الطريق العام، دي جنحه، خلي بالك. ناس كتير ما بتعرفش الحاجات دي، تبقى جايه جديده من مصر، بتسوق وانت اندر انفلونس، يعني تحت تعاطي الكحوليات، مثلا البوليس لما يوقفك ويسمل الكحوليك طالع من بقك، بس طبعا البوليس ما يقدرش يوقف كل واحد ويعمل كده، لازم تكون عملت حاجه خالفت بيها قانون المرور عشان تدي للظابط الحق ان يوقفك، ما يقدرش الظابط الشرطه يوقف حد عمياني، لازم تكون الظابط عنده بروبابل كاز ان هو شافك انك انت خالفت احدى قوانين المرور، يعني مثلا التاج بتاع العربيه بتاعتك اكسباير، لقيتك النور مطفي، كسرت اشاره فوقفك وشم ريحه الالكحوليك، فما يقدرش يقول لك اقف عشان اديك تيكت عشان دي يو اي، لازم تكون الاول عملت مخالفه عشان تدي للظابط الحق ان يوقفك
وبعد كده ممكن يديك تيكت على الدي يو اي لو اكتشف ان انت كنت شارب او كلامك بسلاتر سبيتش، فده من حقه يديك دي يو اي. فلما يسالك يقول لك انت شربت النهارده، ممكن تعتذر وتقول له انا اسف مش هقدر اجاوب. لكن لو قلت له اه شربت، بتعتبر دي ادميشن، اعتراف منك، وتستخدم ضد تستخدم ضدك في المحكمه. في ديفنس للدي يو اي، ممكن المحامي بتاعك الشاطر اللي واخد باله ممكن يقول اجراءات التوقيف دي مش صح، الاوفيسر ما عندوش بروبابل كاز تو ستوب هيم، لكن انت ما خالفتش اي حاجه من قوانين المرور، فما يستوجبش للضابط ان يوقفك. في حاجات كتيره مش هقدر اتكلم عليها لان قربنا نخلص الحلقه. اما تيجي تساين عقد ايجار محل تجاري، مثلا بتشتري محل بيتزا من واحد او مطعم، ايه اللي يجب تبص عليه وايه اللي يجب تخلي بالك منه؟ وقبل ما توقع عقد الايجار لازم تستشير محامي، لان في نقط كتيره. انا اسف احنا وصلنا لنهايه الحلقه، كان نفسي اتكلم باستفاضه ايه النقط اللي تبص عليها قبل ما تتوقع شراء او تاجير. يعني تشتري بيزنس وهتدفع لصاحب المكان 100,000 200,000، ان الحاجات المهمه اللي تبص عليها قبل ما تشتري المحل، وايه الحاجات اللي لازم تعملها لما تيجي توقع على عقد ايجار لمكان هتفتحه انت من اول عشان تبدا بيزنس بتاعك. ايه اللي بص في عقد الايجار، ايه اللي المفروض يكون مكتوب فيه، وايه النقط اللي يجب تبص عليها، لان في حاجات تريكي كتير وكل يوم بشوف مشاكل في المكتب عندي من هذا القبيل. لذلك انا في الحلقات القادمه اتمنى يعني مواضيع اداره المواضيع الاسئله المتعلقه بالهجره تبقى قليله شويه، وندي فرص للناس اللي تسالني في فروع اخرى من فروع القانون. المكتب عندي بيمارس قضايا الهجره، قضايا الجنائي اللي هي الجنح والجنايات، قضايا الطلاق، قضايا الإصابات الشخصية، فطبعا في حاجات كتيرة، والبيزنس ديسبيوت. طبعا أنا بحب الحاجات دي لأن دي باشن، ماي باشن، يعني مش كل حاجة الإميجريشن. أنا عندي قوانين تانية وضليع فيها، مفيش حاجة ما بمدحش في نفسي صدقوني، بس أنا بحب أتكلم فيها لأن اديت الإميجريشن قسط كبير، فعايزين ندي الحوادث الإصابات الشخصية والقوانين العقود والشركات وقوانين الإفلاس والقضايا الجنائية والإصابات الشخصية، زي السيدة اللي النهاردة اشتكت من المولد، والأخ اللي وقت عربيته اتكسرت وطلع الشخص ما عندوش انشورنس. في حاجات كتيرة شيقة وانترستنج، ومش كل حاجة قوانين الهجرة بتهم كل الأفراد. أنا ما عنديش مانع أجاوب على أسئلة الهجرة، بس أتمنى أن الحلقة الجاية نتكلم في مواضيع أخرى وأسئلة أخرى. سعدت بلقائكم وأتمنى أشوفكم قريب، وسلام، تصبحوا على خير. جورج مليكة. في كتير طرق وسط الحياة.